ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله والشكر لله، يا رب تكون كل حاجه تمام. انا عايز اتكلم معاكم في حاجات كتير يعني. بص، انا بس عايز اقول لك حاجه كده في السريع قبل ما هننتقل لمساله الشائعات. الواحد تعب من كتر الشائعات، يعني شيء مذهل يعني. اقول لك على حاجه لطيفه. يوم يا 5 يا 6 اللي فات اللي احنا فيه ده، اللي هو 5 أو 6 سبتمبر، كان في صحيفه سويسريه نشر تقرير، والله بحاول اجيب لكم بجد التقرير يعني، حتى نشر تقرير على ايه؟ على مسألة الاستخدامات بتاعة المواطن السويسري للطاقة. كويس؟ انت عارف سويسرا اتحاد فيدرالي. طيب، التقرير ده كان بيتناول الاجراءات الحكومية بنص القوانين في سويسرا اللي بيتكلموا فيها عن ايه؟ على مسألة استخدام الطاقة. فين؟ في سويسرا. سويسرا، البنوك، الساعات، الالمازات، الناس اللي ماشيه بتلمع دي، عارف انت الجو ده طبعا. اي حد يقول لك يا عم انت فاكر نفسك في سويسرا، معروفه الحكومه بتقول للمواطن السويسري ايه على الطاقه. قالت لك مش من حقك، خد بالك، مش من حقك بالقانون، مش من حقك ترفع درجة حرارة التدفئة المنزلية عن 19 درجة مئوية، ولا تستخدم مية سخنة بأعلى من درجة 60 مئوية. مش من حقي؟ أيوة، مش من حقك بالقانون، لأنه إن حدث ذلك توقع عقوبات على شكل غرامة من 30 فرنك ل 3000 فرنك. فرنك سعره قريب من الدولار شوية، فهنا تفهم حجم الغرامة اللي هيتكبدها المواطن السويسري لو رفع درجة حرارة تدفئته المنزلية في البيت عن 19 درجة مئوية. ليه بتقول كده الحكومة السويسرية؟ أوروبا عندها أزمة طاقة حقيقية بسبب الحرب. سيبك بقى من كل التفاصيل، المحصلة بتقول إيه؟ إنه بيقولوا لهم كده، اللي هنكتشف إنه رفع درجة الحرارة في بيته عن 19 هيتعاقب بالقانون، اللي هيسخن مية في بيته أكتر من 60 درجة هيتعاقب بالقانون ويدفع غرامات، وبعض العقوبات تصل إلى درجة الحبس إلى 3 أعوام والعهدة على الجورنال السويسري. كويس؟ وصدقني بجد هجيب لك يعني اللينك وحاجات زي كده، ونحاول حتى نطبعه ونوريه لكم على الشاشة نشوف بنفسك. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان احنا هنا في مصر تاني، انا ما شو اسهل حاجة بالمناسبة يعني، احنا عندنا هنا اسهل حاجة نقول والله يا جماعة ناس في سويسرا وفي ألمانيا وفي انجلترا وفي مش عارف ايه بيلزموا المواطن بحاجات معينة متعلقة باستخدامه للطاقة ودرجة الحرارة ومش فاحنا نيجي نقول والله احنا من حقنا نوفر. نوفر ايه؟ نوفر عملة صعبة، فحضرتك مش من حقك تعمل كذا، ومش من حقك تعمل كذا، ومش من حقك تعمل كذا. فهنوفر كم فلوس مذهل لو مصر خدت هذا النوع من الإجراءات، ومش هتاخدها بالمناسبة، بس لو مصر خدت النوع ده من الإجراءات نوفر فلوس قد كده. وانا قاعد اقرأ التقرير السويسري، مش عارف ايه اللي جابه في بالي النهاردة، والله العظيم فعلا ما عارف. انا بقعد اقرأ كتير الحاجات اللي الاخبار العالمية دي، فانا قريته من يومها وتاه عن بالي، جه على بالي النهارده غالبا علشان احكي لك الحدوته. واحنا كان فخامه الرئيس في مدينه السادات، وكان بيفتتح مشروع كبير جدا للثروه الحيوانيه، وقال نصا كده: اطمنوا وخدوا راحتكم على الاخر، اشتروا وهاتوا وكلوا واشربوا وما تقلقوش، احنا عاملين حسابنا كويس، خدوا، والله نصا، خدوا راحتكوا على الاخر. اخد انا جملة الرئيس وهو بيقول خدوا راحتكم على الاخر، واخد ما تطلبه، لا تطلبه، ما تأمر به الحكومة السويسرية بشأن توفير الطاقة في سويسرا، واشوف تاني اللي كنت أقولك امبارح، قلت لك قبل كده، يعني ايه حجم المحلات والمتاجر في اوروبا اللي فيها بضايع ناقصة من كل حاجة تقريبا، يعني مفيش حاجة كتير، كله بالمظبوط زيادة عن اللزوم،
مقنن المقنن، ليس من حقك أن تشتري أكثر من ذلك، لأن أنت هتضر بمصلحة مواطن تاني ممكن ما يجيش يلاقي البضاعة اللي أنت خدتها من على الرف. يعني جو تقف زي ما بنعمل عندنا، وما تضحكش على نفسك، عندنا ناس بتعمل كده، يقف عند الرف كده لما نسمع إشاعة من الإشاعات بتاعت اليومين دول، فيروح جاي من على الرف كده وجايب العربية ويخزن. مش حد بيجي يقول لك أنت بتعمل إيه، هو إجراء خاطئ. وبالمناسبة أي محل يلاقيك بتعمل كده هو من حقه يقول لك ما تعملش كده، أنا آسف جدا، ما تنزليش الحاجة كلها من على الرف وما تفضيش الرفوف قدام الزباين، لأن دي سمعة سيئة للمحل في الحالة دي أولا، يعني غير إنك أنت بتخلق أزمة، لكن أنت اللي بتخلقها بإيدك. مفيش حد بيقول لك حاجة يعني. لا، جرب بس تعمل كده مرة في إنجلترا، مرة مش مرتين ولا حاجة، من أصغر محل لأكبر سلسلة محلات، جرب تعمل كده. ييه ما أقولكش، هتلاقي كل البياعين وكل الموظفين ومدير الفرع كلهم جاي لك انت بتعمل ايه، وهتتهم بكم اتهامات بقى من هنا لحد بعد بكره. فواحد، خد راحتك وكل حاجه، علشان لازم تبقى واثق جدا وتبقى متاكد جدا ان انت باذن الله معدي الازمه، يعني معدي الازمه ده على بلاطه كده. اسكت، مش الدولار نزل قرش عن امبارح؟ يعني ما زادش ولسه، يعني هو عمال من يوم الخميس لحد النهارده لسه بينزل، ما زادش. جو بقى الفيسبوك اصله ب 1940، ما حصل. واحد صاحبي بيقول لي ده بقى ب 1940، قلت له جبتها منين؟ انا فاتح البنك المركزي 1936، امبارح كان 37، يوم الخميس كان 38. اتقل ده التقل صنعة، وما تسيبش نفسك للإشاعة. يعني النهاردة الهيئة الوطنية للإعلام تنفي ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي كما جرت العادة. بإيه بقى؟ أن هناك توجه بنقل ماسبيرو بالكامل إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وتحويل المقر القديم إلى فندق عالمي ومولات تجارية. جبتوا ده منين؟ بجد منين؟ هي دي بالمناسبة، عشان برضو الواحد مش أول مرة تطلع تقريبا نفس ذات الشائعة على هذا المبنى العريق. الكلام ده بيتقال بقاله يجي 10 سنين. هياخدوا ماسبيرو ويحولوه أوتيل، هياخدوا ماسبيرو وهيعملوه مول تجاري، هياخدوا ماسبيرو هيقسموه شقق سكنية. بقالنا 10 سنين النوع ده من الشائعات مستمر، مش من 2013 بس، 10 سنين. طيب، وهنا فتش عن مين اللي ممكن يبقى له مصلحة انه ده يتعمل. وهفكرك بمتولي عبد مقصود، خد بالك، متولي عبد مقصود اللي في المرحلة الحالكة تولى مهمة وزارة الإعلام في مصر، اللي هو كان مسمي نفسه صلاح، هو في البطاقة اسمه متولي، مش عارف هو مسمي نفسه صلاح ليه، يعني شيء غريب قوي يعني. المهم مش دي القصة. فمتولي في مرة من المرات قال لك ايه؟ قال لك لن نسمح ببيع ماسبيرو. متولي عبد المقصود اخوان كدر منظم من ايام ما كان مسؤول عن تحرير مجلة اسمها مجلة الزهور بتاعت الاخوان الزغنططين، الزهور بلدي. المهم بلدي يعني، سيبك من دي. فعمك متولي، لا عمك مين، عم نفسه. فمتولي بقى قال لك لن نسمح ببيع ماسبيرو. هو مين قال ان ماسبيرو هيتباع اصلا؟ ومين اللي يسمح ومين اللي ما يسمحش؟ فيفضل في اعاده تدوير للشائعه. وهنا بتاكد الهيئه على ايه؟ هذا الامر غير صحيح، ده واحد. اتنين، المقر الحالي لمبنى ماسبيرو قائم كما هو، مستمر في تقديم كافه خدماته الاعلاميه بشكل طبيعي، وباعتباره رمزا حضاريا وتراثيا. احنا هنا فين يا جماعه؟ مش احنا في ماسبيرو؟ ولا انا مش حاسس بالزمان والمكان؟ ما انا في ماسبيرو، مش انا في استوديو 10 الشهير اللي صور فيه الاستاذ فهمي عبد الحميد وصور فيه كل مخرجين مصر وكل اكبر مسلسلات؟ انا في نفس المكان، ما اتحركناش خالص. رأفت الهجان وضمير قبل حكمه وهوا نمجاردن سيتي وكله. بص، كل اللي انت اتفرجت عليه في التسعينيات تقريبا اتصور في المكان ده، التسعينيات والثمانينيات، وفوازير نيلي وفوازير شريهان وسمير غانم ويحيى الفخر، كله كان بيصور هنا.
سيبنا من تاريخ هذا الاستوديو العظيم يعني الذي يدعو للفخر، لكن هرجعك وانا لسه في نفس الاستوديو يا جماعه، انا مش موجود في المدينه ولا موجود في العاصمه الاداريه ولا موجود في العالمين ولا حاجه خالص، انا موجود هنا اهو. تمام، سيبك مني انا، كل زمايلي في هذا المبنى هم بيجوا كل يوم الشغل وبيخلصوا الشغل وبيروحوا على البيت الى اخره. بتضيف الهيئه الوطنيه للاعلام ان لديها مقر في العاصمة الإدارية الجديدة زيها زي كل المؤسسات والهيئات الحكومية للقيام بممارسة بعض الأعمال من تغطيات إعلامية، نقل مباشر لكافة الأحداث. بلد هيبقى أو مدينة عاصمة إدارية هيبقى فيها مقر الحكومة، معقول ما يبقى ليش هناك مقر؟ يعني أنا عايزك تتصور كده، أخد بعضي كل يوم مثلا، سيبك من يوسف، أنا الهيئة الوطنية للإعلام، زملائي مراسلين مقدمين برامج إلخ إلى مديرين تسويق، كل يوم بقى لو في حدث مهم، وهيبقى في أحداث مهمة بطبيعة الحال كتير، فياخدوا بعضهم كل يوم يروحوا يصوروا ويرجعوا لهنا تاني. أكيد لأ، يعني هيبقى في حاجات لازم تستلزم أن يكون في مكان ومقر وبعض المعدات وبعض الناس اللي هتشتغل إلى آخره، ما هو ده طبيعي. طبيعي. ومن هنا بتناشد الهيئة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار. النوع ده من الأخبار وطبقا للهيئة يؤدي إلى بلبلة الرأي العام، تأثير على سير العمل في هذه المؤسسة. أنت متصور الناس اللي هنا إيه اللي ممكن يدور في الأذهان لما تقول لهم خلاص يا جماعة أنتوا هتنقلوا العاصمة الإدارية؟ وهيقعد يفكر 5000 مرة يا أخي. المسألة ما بتجيش كده. فلو سمحتوا بلاش نقعد جو إيه شير. أنت بتشير عمياني؟ طب مش تشوف الأول؟ مش تتأكد؟ مش تتيقن؟ المسألة ما بتمشيش كده. لما نيجي نقول إنه في أكتر من موضوع في أكتر من مرة والكل دايما بيتكلم على ده، الوعي ثم الوعي ثم الوعي، لازم نبقى عارفين كل حاجة احنا بنعملها وبنقولها تأثيرها ايه، ايجابي كان ولا سلبي. المثل القديم كان يقولك لسانك حصانك، ان صنته صانك وان هنته هانك. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بمسألة ما يخرج على اللسان، خلي بالك ده ممكن يدخلك النار. لكن انت معتبر انه ده مش على لساني، ده اصله الفيسبوك. يا عم كل ده لسانك. هتقولي مش انا اللي عامل الخبر، طب شيرته ليه وما شيروش ليه؟ طب ما تتاكد، افرض صح وافرض غلط، شغلتي هتجيلي كده هجيلك كده، شغلتي والله. فافرض صح مش لازم نعرف الناس، طب وافرض غلط مش لازم برضو تتاكد قبل ما تشارك في انك تروج لشائعه ما؟ ماسبيرو ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي، مش بس عند مصر، ده عند العالم العربي كله. ماسبيرو ده أهم مبنى للبث الإذاعي والتلفزيوني في العالم العربي. ما كانش أول تلفزيون في المنطقة، العراق كانت بنية تلفزيون قبلنا وعملت التلفزيون سنة 54، حلو. لكن حتى أخواتنا في العراق، اخواتنا في الخليج، اخواتنا في شمال افريقيا، اخواتنا في افريقيا نفسها كلها، ماسبيرو ده بالنسبه لهم حاجه كبيره، علامه. بالنسبه للناس اللي زي حالتنا اللي هو جينا واحنا صغنططين كده، انا كان عندي 23 سنه لما جينا هنا، جينا واحنا داخلين ماسبيرو ده محراب يا جماعه، ده معبد، ده كبير. فلما نيجي نتكلم في حاجه كبيره مفيش داعي تحت اي ظرف من الظروف ان احنا ايه ما بين بين، ما نعكش ما نلخبطش الدنيا. طيب تعالى اتكلم معاك على مجلس إدارة الشركة المتحدة. مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيأكد على ايه بقى؟ على نفس الكلام اللي احنا بنحاول نفهمه لحضراتكم او نفهمه مع بعض. الانتصار في معركة الوعي كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة من مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يقدم من محتوى درامي على مدار العام بهدف تثقيف وترفيه وأيضا
دحض الأكاذيب، نشر المعلومات الصحيحة لخلق وعي حقيقي لدى المجتمع المصري. دي رسالة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أنا هنا هاخدك ونرجع لورا الاختيار ثلاثة ورا ده في رمضان. خدت بالك الاختيار ثلاثة؟ وأكيد أنت خدت بالك. تعني آخر تقريبا دقيقتين أو ثلاث دقايق من المسلسل كانوا إيه؟ فيديو حقيقي توثيق، عشان ما يجيش حد يقولك إيه لا ما ده مسلسل هم اللي كاتبينه وممثلين وسيناريو وإخراج وما إلى ذلك. طب آدي هو اللي اتقال في المسلسل، تعالى سمعك مرسي قال إيه، تعالى سمعك البلتجي قال إيه، تعالى سمعك خيرت الشاطر قال إيه، ببقه صوت وصورة. هو أنت فاكر إنه الجزء ده التوثيقي اللي في آخر كل حلقة في الاختيار ثلاثة كان معمول عشان المخرج عايز كده مثلا، فعاوز يستعرض هو بيعرف يشتغل إزاي ويطعم ما بين الدراما وما بين التوثيق واللقطات الحقيقية أو الحية؟ ده قد يكون جانب، ولكنه الجانب اليسير. الجانب الكبير هو أن حضرتك تشوف بعينيك وتسمع بودانك من الآخر كده اللي حصل في الحلقة دي يقينا أهو بصوتهم غير المرغوب فيه وصورهم العكرة. تاني، ليه المتحدة بتعمل ده؟ ليه المتحدة بتشتغل على معركة الوعي بمنتهى القوة؟ لأنه ده جاي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دور الإعلام في بناء وعي حقيقي. الإعلام بالمناسبة يا جماعة بشتى أشكاله، الإعلام ما هوش بس البرامج عشان برضو نبقى متفقين، الإعلام ده هو جزء منه العمل الدرامي، هو إعلام يعلمك بشيء ما حتى ولو أعلمك بأنه هناك ضرورة للترفيه. فتاني، دي رسالة المتحدة هتفضل تقوم بيها وهتفضل تشتغل معاك على أنه لا يتم تزييف وعيك بأي شكل من الأشكال. طيب، في إطار كل اللي أنا بقولك عليه ده، تم تكليف قطاع الأخبار بتاع الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم ترد على الشائعات والأكاذيب اللي بتستهدف المجتمع المصري، ويتم بث النشرات دي على قناة أكسترا نيوز وكافة المنصات الإلكترونية لأكسترا. طيب، فوق ده بيتم إرسال أو هيتم إرسال الخدمة الإخبارية المتخصصة لكل الأحزاب السياسية، كل، واخد بالك، كل، وكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية. يعني الرسالة الحقيقية تصل. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه انه كم الشائعات التي تضرب هذا الوطن بشكل يومي هو كم شائعات مهول، اكبر بكتير جدا من اللي شفناه قبل كده. وخليني هنا هرجع لكاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، يصححني لو انه احنا وجهنا او صادفنا بحجم شائعات اكبر من ده حتى بعد 67. ازيك يا استاذ اكرم؟ اهلا وسهلا. ازاي الحال؟ كله تمام؟ يعني هذا الوقت لا تمام. قول لي. الحقيقه انه هذا الوقت يعني القرار المتحده جاي في وقته تماما، لانه الموضوع تجاوز فكره انه يبقى في اكاذيب. طول الوقت كان في اكاذيب وفي يعني حرب نفسيه وكده، فعلا ما كانش في اي وقت من الاوقات هذا الكم من الاخبار المغلوطه او انصاف الحقائق كمان، ودي الاخطر، الاخبار الملونه وغيره. فالحقيقه انه احنا في عصر المعلومات، في سرعه، في هجان، في غيره، فبحث الشائعات يتم بالمعلومات، وده الدور الحقيقه اللي قررته الشركه المتحده، وهو دور مهم، لانه عاوزين النهارده في معلومات غلط او معلومات منقوصه او شائعات كل يوم، تصورات لكسر نفس الناس وتصوير حاجات غلط، او ياخد جزء من معلومه ويضربوا مع كميه اكاذيب وشائعات. والحقيقه انه ممكن يبقى بعض، صحيح الشعب المصري على مدى السنوات اللي فاتت الحقيقه كسر هذه الحواجز وكان في درجه ما من الوعي، لكن خلينا نقول انه احيانا بيبقى المتلقي معذور في انه مش لاقي المعلومه الصح او مش لاقي المعرفه الصح، لانه المعلومات غير المعرفه وغير الوعي وغير القدره على التحليل، ودي موضوع يعني بيتم من خلال جهات وعلم وتفاصيل كثيره.
ممكن يتسرب داخل الأشياء زي ما بيسربوا المخدرات كده في البضاعة أو غيره اللي بيهربوها، هو نفس الشيء، هو بيهرب الشائعة والأكذوبة جوه بعض المعلومات. عشان كده إنه الدور المتحدة مش بس في نشر المعلومات الحقيقية بسرعتها وفي وقتها، لكن كمان تقديم تحليلات وتقديم معلومات. وإحنا مش بنتكلم هنا إنه في فرق بين الشائعة والرأي الآخر، لأنه الرأي الآخر ده طبيعي، أي حد عنده منطق، أي حد عنده ممكن يبقى مختلف أو متفق، لكن على الأقل بيبقى في عقل وبيبقى في معلومة حقيقية. لكن اللي بيحصل إنه هو ما بيجيبش معلومة حقيقية، إما إنها شائعة لإيقاع الناس بعضهم، ده حتى مجالات زي الرياضة تحولت لحروب أهلية ومحاولات الإيقاع بين الناس وبعضيها. يعني على مدى عقود كان فيه الأهلي والزمالك والترسانة والمحلة والإسماعيلي والاتحاد، كان الناس بتستمتع وتختلف وتتفق في سياق الروح الرياضية. النهاردة بقى فيه اتهامات باشعة جدا إنه الدولة بتقف مع الفريق الفلاني ضد الفريق الفلاني، في استقطاب، الحق فكذا، كل قرار تفسير، كل غير. حتى الرياضة اللي هي متعة وروح رياضية تحولت لي محاولات الدخول فيها لحرب، لأن بتدخل في جمهور وإحنا عارفين إنه الرياضة ما فيهاش التحليل أو العقل، لا، في طبيعي انحيازات وده معروف في كل العالم. لكن إزاي بقى ندخل في ده، ندخل في الفن، ندخل في الإيقاع بين الناس وبعضيهم، محاولة تصوير وضع الناس في دفاع ضد حاجات موجودة أو مشروعات أو قرارات أو غيره، مع إن كل شيء معلن وفي طول الوقت بيانات ومعلومات ورد على إشاعات. لكن الحقيقة هذه الكثافة، أنت أشرت في الأول، هذه الكثافة غير معهودة. والحقيقة بيستفيدوا من السوشيال ميديا، بيستفيدوا من عصر المعلومات، من علوم الحروب النفسية. الحل هنا مش إن إحنا يعني بعض الناس برضو هيردوا على ده ويقولوا الحق وبيعملوا، لا، هو احنا الفكره ايه؟ الفكره ان احنا نقدم الحقيقه خالصه، نقدم التحليل الممكن من خلال الراي والراي الاخر، نقدم الوعي العام من خلال بنقول لك المعلومه هي او الوضع اهو، يعني ضح بالشائعات بالمعلومات وبالمعرفه وبالتحليل وبالقدره على تقديم الحقيقه، وده ممكن ومتاح. وبصراحه يعني على مدى السنوات اللي فاتت كان في نجاح سواء للمتحدة أو لكثير من المنصات المصرية، خلينا نقول كانت متعبة جدا ومؤذية لمطلق الشائعات، لأنه هو بيطلع عاوزين نرجع للي قالوه على قناة السويس، نقول على في كورونا وإزاي يتكلموا في كورونا، إزاي إنه مصر دي الناس بتموت وكذا، ومع ذلك اتضح إن التجربة المصرية متقدمة جدا في الوقت اللي فيه دول كتيرة متقدمة اهتزت وواجهت مشكلات كثيرة. فنشوف تجاربنا، شوف اللي اتقال على الإصلاح الاقتصادي، على الأسعار، على غيره، في غلا وفي كلام وفي أزمة عالمية بنتكلم في ده، وفي إجراءات مالية وإجراءات بنكية وغيره موجودة في كل دول العالم. احنا بنقول إيه؟ نطلع الناس على كل دول العالم، مش بقى مقارنة دخول أو غيره، لا، احنا بنتكلم على صيغ موجودة وخريطة مفرودة. مصر كانت فين خلال السنوات اللي فاتت والإقليم كان فين؟ مصر فين النهاردة بتتخذ إجراءات والعالم فين؟ هل دي انعكاسات لسياقات وصراعات عالمية، ولا احنا في جزء عندنا ممكن يبقى فيه اختلاف واتفاق وجهات نظر في حوار وطني؟ النهارده الناس تقول الحقيقه، حتى الحوار نفسه لم يسلم من انه يقول لك الحق، ده بيقولوه ده من موقع ضعف او من موقع، بالعكس ده من موقع قوه، لانه الدوله بقت موجوده في لياقه وقوه، في استقطابات، في موجود في النهارده ناس بترجع وناس بتتراجع وناس بتعيد النظر وناس بتعمل مراجعات. في الوقت اللي بيتبلور طيار فقط واحد هو نفسه اللي بيمارس الإرهاب وكان بيحرض عليه وكان بيفرحه بالعمليات الإرهابية، في الوقت اللي جيش والشرطة الأبطال كانوا بيواجهوا ده، الناس واجهت الإرهاب نفسه كان بيلعبه وكانوا بيحولوه لبعض المنصات بره، بيحولوه لأنه معارضة أو آراء اللي بيحمل سلاح. فإحنا دي كلها تفاصيل. أعتقد يعني الحمد لله الشعب المصري على مدى السنوات اللي فاتت ما كانتش البلد استمرت بهذا الشكل، ودايما الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول انه الشعب المصري اللي تحمل الاصلاح الاقتصادي وكذا، وهو القادر على التحمل، والشعب قادر حتى لو في ازمه زي ما كان في الحروب قبل كده بيقف تماما وبيعرف انه الفرق بين الدعايه او الشائعه وبين الحقيقه او المعلومه
واظن انه اختبارات السنين اللي فاتت بتشير لده، حتى الناس اللي عندها وجهات نظر مختلفه بتقولها في السياق انها مدركه وتبعد تماما وتعرف تماما انه هذا التيار الارهابي غير قادر على التفاهم، غير منتمي الى ده، ما بيتكلمش على ارض او على وطن او على غيره، ممكن يدور على اي احلاف او حتى لو الشيطان مقابل انه يضر، كانما هذه البلد اما تقع هم يستفيدوا. هو في الواقع لن يستفيد الا الشياطين، لكن الواقع انه المصريين مدركين ده، ودور المتحده اللي بتقوي هذا الشعور، تقدم المعلومه السليمه والتحليل السليم والوعي، بالتاكيد ده يعني خطه عظيمه. وزي ما انت اشرت، ده مش بس في الكلام او في الرد، لا دي تحليلات وفي دراما وفي معرفه وفي سينما وفي، لازم ده كله يبقى ده. ومصر طول عمرها بنوصل ده، لانه احنا في زمن في زحام وتقاطع وصعوبه يعني كل يوم، ومصر تتعرض لالاف الشائعات بشكل مستمر، وبعضها بيبقى بعيد عن العقل والمنطق، وبعضها بيكون نصف معلومه او شائعه، وبيسربوها للاسف لبعض المنصات اللي قد لا تدرك قيمه ده، وتتورط في انها تدعم هذا الشعور تجاه الامر. صحيح. أنا بشكرك جدا كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. طب مفترض أن احنا هنروح للفاصل، بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني المواطن، عايز أسأل المواطن المشاهد سؤال بسيط كده. هو احنا ليه مش عارف كلنا يعني ما بنتعلمش الدرس؟ بمعنى الجماعة بتوع الإخوان، مش عايز تعتبر الإخوان اللي قالوا كده، الجن الأزرق طلع قال مش حاجة اسمها قناة السويس الجديدة، ودي هتبقى تكلفة كبيرة على الدولة، وانه ملهاش اي فايدة على الاطلاق، وانه دي هتغرق البلد في انفاق متزايد دون اي عوائد. مش اتقال الكلام ده؟ اتحفرت قناة، استنى جايلك بس. وبعدين اللي هيحط فلوسه في شهادات قناة السويس الدولة هتاكلها عليه. شائعتين جنب بعض اهو. طيب اتحفرت القناة في سنة، بدأت تدر العائدات بتاعتها حتى هذه اللحظة بمنتهى الكفاءة، لولا هذا الحفر الحقيقة ما كانتش عائدات قناة السويس زادت هذه الزيادات الملحوظة بشكل تاريخي. الناس اللي حطت الشهادات بتاعتها في شهادة قناة السويس خدت العائدات والفوايد وأصل المبلغ، وخدوا فلوسهم تاني، وبعد كده حطوها في البنوك، عملوا بيها مشروعات، جوزوا بيها العيال، أيا كان. شائعتين لزق في بعض مقترنتين بنفس الأمر، حلو، وثبت ان هما الكذب بحد ذاته. السؤال بقى، هو انت لسه بتصدق الشائعات ليه؟ بالنسبه لي فعلا مش قادر استوعب السبب. خليني الاول اروح لاستاذ عماد الدين حسين، كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير الشروق، عضو مجلس الشيوخ المصري وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. اهلا يا استاذ عماد. اهلا بيك يا استاذ يوسف، تحياتي ليك وكل الساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ كله تمام. انا هستاذن زمايلي يعلوا الصوت، مش عارف بعد ما بيعلوه بيروحوا موطينه تاني. في مؤامره؟ لا انا كده. طب كده افضل؟ الصوت من عندك اكيد كويس، من عندنا اكيد الصوت واطي. بس انا هبدا الاول بالسؤال، في عشرات الشائعات او مئات الشائعات، لا مئات ايه، ده يجي الاف الشائعات، يمكن تقريبا هقول مش هقول 10 سنين ولا بتاع، من 2013 وحتى هذه اللحظه، ولم تثبت صحة شائعة واحدة، بل دائما كان العكس صحيح. سؤالي هو، ولماذا المواطن بتاعنا احنا كلنا في مصر نستقبل هذه الشائعات ونجري على زرار شير ونقعد على القهوة بالليل نتناقل الشائعة ونحلل الشائعة بمنطق انها الحقيقة بحد ذاتها؟ تمام. كما تعلم يعني حضرتك انه في صراع مع بين غالبية الشعب المصري وفصيلة أو مجموعة من الفصائل اللي الشعب المصري أسقطها وأخرجها من المشهد السياسي وحكم عليها بالنفي السياسي، فبالتالي تشعر أن لديها تؤلف الشائعات وتنشرها، وبالتالي ده جزء مفهوم ليه الشائعات بتنتشر. السؤال الأهم هو ليه الناس بتصدق الشائعات؟ حجم تصديق الناس بالشائعات بيتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية، مسألة الوعي مسألة حاكمة وأساسية في هذه المسألة، هل في ظروف معينة الناس ممكن تصدق؟ في أحيانا ده
لكن الشائعات للاسف الشديد هتستمر، لانه المروجين ليها يعني اطراف المستفيده من الشائعات وترويجها اطراف مش قليله، في اطراف محليه، اطراف اقليميه، اطراف دوليه، وبالتالي للاسف هيستمر. احنا دورنا ما الذي يمكن ان نفعله لكي نحد مش نقضي؟ للاسف لن يكون في ظل وجود السوشيال ميديا مش هتقضي على كل الشائعات، هتقدر تحارب جزء منها اولا باول. لازم يكون عندك رد على كل الحاجات دي، الناس من وسائل الاعلام، من المسجد، الكنيسه، مجتمع مدني، احزاب، نقابات، هيئات الى اخره. استاذ عماد الخط قطع، واضح انا اسمعك يا يوسف. ايوه انا كده بدات اسمع تاني، كمل يا فندم. فبقول لحضرتك انا ما اعرفش انا وقفت لحد فين لان انا استرسلت كتير، فبقول لحضرتك ان القصه باختصار هناك دور كبير جدا على وسائل الاعلام وعلى كل مكونات المجتمع المصري، خصوصا المجتمع المدني، دور العباده، كل النقابات، مؤسسات، كل حد يستطيع ان يؤثر في الناس عشان يحصنها، لانه احيانا ممكن الناس تيجي تستغل ازمه اقتصاديه عشان تروج اخبار غير صحيحه. فبالتالي علينا ان احنا طول الوقت الاعلام بتاعنا يبقى منتبه، علينا ان احنا يتم الرد على كل الاشاعات، وما ينفعش نقول اصل دي اشاعه، لا، نبذل جهد اكبر حتى يتم دحض هذه الاشاعات. طيب عندي سؤال يا استاذ عماد بخصوص مثلا الحوار الوطني. كم شائعه طالت الحوار الوطني حتى الان؟ هي بالقطع كلها شائعات، عشان كده بقول هي شائعات، مش هقول حتى خبر، هي شائعات وكذب، لكن كم شائعه طالتكم حتى الان؟ يا اخي الكريم، العدد الشائعات انا سالت ثلاثه استطيع ان تحصره، اذا كان يعني في ناس بيطلعوا، ناس يفترض انهم عندهم درجه من الوعي، وناس مسؤولين سابقين، وناس على درايه بالدوله وتطوراتها، وناس عارفين الدنيا ماشيه ازاي، وبيطلع وما عندوش الصورة كاملة وبيتكلم في حاجة، فممكن يؤدي إلى بلبلة جديدة جدا بين الناس. فما بالك بالمواطن العادي؟ يعني احنا أحيانا للأمانة بعذر المواطن العادي، لأنه حجم بعض القطاعات اللي هي متعلمة جدا وفاهمة جدا أحيانا ما لا تكلف نفسها تتحقق من صحة معلومة. يعني زمان كان يقول لك قريتها في الجرايد، دلوقتي بيقول لك قريتها على الفيسبوك. ها؟ يعني فأنت في مشكلة كبيرة جدا، وهي دي المشكلة، ان دي البيئه الخصبه جدا جدا لكل المتربصين بيك، يستطيعوا ان هو يستعمل احيانا يعني خبث معلومه على ويروح مضارب قصه كبيره جدا لا اساس لها من الصحه. فللامانه في جهد ينبغي ان هو يبقى واضح وكبير، عشان التحدي صعب، التحدي مش لمصر للامانه. عايز حضرتك بس تفكر حجم الشائعات التي بثتها وسائل الاعلام تقول انها ديمقراطيه في الغرب على روسيا، وبرضه حجم الشائعات بثتها وسائل الاعلام الروسيه على الغرب. اذا يعني تتذكر يا استاذ يوسف في الحرب السوري، في الانتخابات الامريكيه بتاعت ترامب اللي فات فيها سنه 2016، اتهم روسيا بتزويد التدخل في الانتخابات، واتعمل نماذج في السوشيال ميديا فضيحه وقعت فيها شركه شهيره جدا اسمها انتليتيكا على ما اتذكر، واعلنت افلاسها لان هي قدمت معلومات مضلله لغسيل وعي ناخبين، 50 مليون ناخب في امريكا في دوله هي اللي اخترعت الانترنت. يعني التحديات بشان الاشاعات تواجه العالم باكمله. الفارق من القادر على التصدي لهذه الاشاعات اول باول، تقديم معلومات حقيقيه اول باول، الناس تطلع تتكلم طول الوقت، فبالتالي تقدر تقلل من تاثير هذه الاشاعات. يا مسهل الحال، اشكرك يا استاذ عماد، ويعني افدتنا كما جرت العاده. الى ان نلتقي بقى، عايزين نتكلم شويتين عن الحوار الوطني وجلساته الطويله المضنيه. كل الشكر للاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ وايضا عضو مجلس امناء الحوار الوطني. انا عندي طلب، ايه هو بقى؟ أقول لك، هو طلب للمركز الإعلامي بمجلس الوزراء، معلش أرجوكوا، ممكن تعملوا لنا انفوجراف تفصيل كده للبرنامج ابن الحلال ده، عبارة عن إيه؟ أنا أظن عندكم المعلومات كلها، عندي يقين كده إنه كل الرقم، عايز رقم بس، رقم كل الشائعات اللي طلعت من 2013 وحتى الانتهاء من الانفوجراف، تمام؟ رقم
وبعدين أبرز الشائعات واليقين بتاعها. يعني زي ما أنا كنت مثلا بقول إيه، الناس اللي حطت فلوسها في شهادات قناة السويس مش هتاخدها، فلا ده خدتها وحصل كذا كذا، الناس أودعت المبلغ الفلاني، حصلوا على فوائد كانت وقتها لو أنا متذكر أظن كانت 12 أو 12.5% إجمالي الفوائد المستحقة كانت كذا، تم ردها بالكامل إلى السادة المودعين مثلا. يعني مش عارف قناة السويس الجديدة لن تأتي بأي عوائد ولن تشكل أي زيادة في حجم مرور في قناة السويس من حيث البضاعة، يعني كم الأحمال أو الحمولات، السفن، الإيرادات. فلأ ده قناة السويس من ساعة ما اتحفرت قناة جديدة حصل فيها 1 2 3 4. الأبرز الأكبر الأهم المنور، حلو. يعني أنا فاكر إحنا عملنا هنا هو مع المركز الإعلامي حصاد الشائعات بتاع 2021، عملناه في رأس السنة. أنا عايز بقى، أكيد مش هطلبكم أنكم تعملوا لي إنفوجراف على حصاد 2013 لحد دلوقتي، لكن الرقم على الأقل ده موجود أكيد في المركز، الرقم، ونطلع مع بعض أبرز 10 شائعات كل واحدة في سلايد لوحدها، وسيبوا الباقي عليا. إيه الهدف من دلوقتي هو؟ الهدف سيدي المواطن، سيدتي المواطنة، والنعمة ده كذب، وإيه بالدليل اللي انت عشته 9 سنين من 13 ل 22، الدليل اللي انت عشته ده مش كوكب تاني ولا كون موازي ولا دولة أخرى، ده اللي انت عشته. طيب خلوني أروح لتقرير. بالنسبة للتقارير أنا الصبح كنت في حتة حدث مش هحكي لكم عليه دلوقتي ولا تفاصيله خالص، بس حتة حدث حلو وحلاوة. والله المهم تعال نروح لتقرير. التقرير ده متعلق بأن وزارة الداخلية استضافت المؤتمر 8 لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، واللي ناقش على مدى جلساته سبل تعزيز العمل العربي الأمني في مجال حقوق الإنسان. جاء هذا الانعقاد لهذا المؤتمر عندنا في مصر، وده تقديرا لدور مصر الريادي في مجال العمل الأمني اللي بيراعي البعد الإنساني. تقرير ونكمل الكلام. مشاركة واسعة من الوفود العربية في المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية المنعقد بالقاهرة، والذي سبقه عدد من ورش العمل التحضيرية حول تجارب الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، ومقترحات حول تفعيل دور المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام في مجال حقوق الإنسان. كما عقدت على هامش المؤتمر ورشة عمل مشتركة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس حول احترام حقوق الإنسان في المنافذ الحدودية. I think the location is perfect. The facilities have been perfect for such a conference. I think it also sends a very good message to hold this conference in coordination with the Police Academy of Egypt, thus showing that fundamental rights and human rights is a central subject in the formation of our police and our border guards. Of course, this is a regional event. It is addressing important topics like human rights. But the fact that it is being held in Cairo, I think it is a positive momentum also for the EU-Egypt interaction on an important topic like human rights, but also migration related. هذه الجلسات التحضيرية أثمرت عن رؤى ومقترحات تم بلورتها ومناقشتها خلال انعقاد المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، والذي شهد مشاركة عدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناول آليات تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، حيث أشاد المشاركون بدقة تنظيم المؤتمر وبالخطوات الواسعة التي قطعتها مصر في مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني. مصر من اهتمامها في مجال حقوق الإنسان يعني
شرفتنا بأن استضافت هذا المؤتمر، أيضا تفضلت بأن تجعل هناك منح في عملية حقوق الإنسان، وأيضا عملية قيام بأعمال تدريبية في مجال حقوق الإنسان. This meeting is extremely important for us because it gives us an opportunity to discuss with all the member states of the Arab League the situation of human rights in the region and how we can help strengthening capacities in implementing them. We have a long-standing partnership with the Ministry of Interior in Egypt also, and we work in a variety of fields within our mandate. That includes training for police officers in investigation of crimes and investigation of violence against women crimes. تضمن المؤتمر مناقشة الممارسات الفضلة والبرامج التدريبية والتثقيفية المختلفة التي تقوم بها وزارات الداخلية العرب في مجال حقوق الإنسان، فاستعرضت بعض الدول العربية هذه الأنشطة المختلفة وتبادلت الخبرات في هذا المجال، وكانت تجارب مهمة وقيمة. وقد ثمن المؤتمر في توصياته الختامية التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والأساليب الحديثة في التعامل مع النزلاء، مع دعوة الدول الأعضاء للاستفادة منها. التجربة المصرية تجربة رائدة، أنا أعتبرها تجربة عالمية، تجربة عربية مثلها يجب أن يقتدى، ويجب أن تقيم هذه التجربة لأنها تعكس الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية. التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كانت محط اهتمام وإشادة المشاركين في المؤتمر، مع الرغبة في مشاهدتها ميدانيا، وهو ما حرصت عليه وزارة الداخلية من خلال تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على هذه التجربة الفريدة التي استطاعت مصر من خلالها أن تحقق نقلة نوعية في منظومة السياسة العقابية الحديثة بما يراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فالنزلاء يتم إعدادهم للاندماج في المجتمع وفقاً لبرامج إصلاحية مميزة، كما يتم توفير رعاية صحية فائقة للنزلاء من خلال المركز الطبي الموجود به وتجهيزاته التقنية العالية. أعتقد هذه خطوة جدا رائعة مميزة، وتبين مدى حرص الحكومة المصرية ووزارة الداخلية في مصر على حقوق هؤلاء النزلاء وتقديم كل الخدمات. دولة تحترم أفرادها بمختلف الوضعيات متاعهم، سواء خارج السجن ولا داخل السجن، ودولة تحب تصلح أبنائها داخل السجن وترجعهم مواطنين ينجموا ويندمجوا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية. هاي تجربة رائعة جدا، طلعنا على تجربة فريدة من نوعها، وهاي التجربة إن شاء الله تكون يعني عامة على كل دول العربية. وقد حرصت الوفود على تدوين ملاحظاتهم عن مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، وهو ما يعكس حرصهم على نقل تلك التجربة المتقدمة والاستفادة منها في الإصلاح والتأهيل إلى بلدانهم وفقا لما أكدوه، وهو ما يعكس الرؤية المصرية الواضحة والناجحة فيما يتعلق بحق الإنسان وفقا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم تنظيم على هامش المؤتمر زيارة ميدانية للمشاركين لأكاديمية الشرطة، شاهدوا خلالها مرافقها المتنوعة وكياناتها التعليمية والتدريبية، وتعرفوا خلالها على إسهاماتها الفعالة في العمل الأمني من خلال إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي وفقاً لأعلى النظم التدريبية الحديثة، مع التأكيد على الجوانب الإنسانية في العمل الأمني. حقيقة شيء يثلج الصدر، شيء يفرح بأن في مثل هذه المؤسسة الأمنية نجد هذا التنظيم الجميل، المباني والمشبهات والتدريب العالي المستوى في مجال حفظ الأمن، بالإضافة لذلك أن هناك كثير من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات تضمن ضمن هذه المناهج، وهذا الحقيقة شيء نفخر به. هكذا يتم ترسيخ حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية داخل أكاديمية الشرطة، والتي احتضنت المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، وجاء انعقاده بمصر تقديرا لدور مصر الريادي في ترسيخ العمل الأمني بمفهومه الإنساني.
ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ معلش يا جماعه، الواحد مخه عمال بيفكر في 5000 حاجه مع بعض كده. على حكايه الشائعات دي بالمناسبه، انا فاكر وقت بدايه الحرب بتاعه اوكرانيا وروسيا في 24 فبراير 2022 السنه دي، يعني عدى عليها قد ايه الحكايه دي؟ يعني عدى عليها تقريبا 7 اشهر. حلو. طيب لو احنا جينا راجعنا ما اطلق من شائعات على صفحات التواصل الاجتماعي، واذا رجعنا برامج الاخوان اللي بتطلع من بلاد بره، قالوا ايه؟ خد بالك، على منظومة الأمن الغذائي المصري، قالك هتنهار خلال 3 أشهر، وهتعرفوا أن كل اللي انتوا سمعتوه وتقال لكم ده كله فنكوش ومش حقيقي. وتقال وقتها، خد بالك تاني وانتوا فاكرين، وتقال مصر ما فيهاش ولا حباية قمح، ومش هتلاقوا الأكل ولا هتلاقوا رغيف العيش. فاكرين ولا لحقنا ننسى؟ ده القصة ما عداش عليها 7 أشهر، يعني حتى 7 أشهر لم يكتملوا، لسه ما دخلناش في 24 سبتمبر. أخبار القمح إيه صحيح؟ وإيه كمان؟ تحب يعني نحب نعد إيه؟ أو الزيت أو السكر أو الرز أو المكرونة أو 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 الذرة. يا راجل ده إحنا بدأنا نزرع في ذرة صفراء عشان نوردها لمصانع الأعلاف. دي كانت واحدة من الشائعات القريبة جدا لو تفتكر، قالك كده منظومة الأمن الغذائي في مصر هتنهار خلال 3 أشهر، مش هتلاقوا ولا حباية قمح ولا هتلاقوا رغيف العيش بلاش. من حوالي شهرين، قالك عاجل، ده صفحات الإخوان، عاجل مصر تعلن إفلاسها بنهاية الشهر الحالي. فين تعلن إفلاس مين؟ مصر إيه اللي تعلن إفلاسها؟ وإزاي؟ مصر اللي حققت معدل نمو 6.6، مصر اللي بتقلل البطالة في ظل زيادة سكانية ووباء زي كورونا وحرب زي روسيا وأوكرانيا؟ مصر اللي بتفتح مجمعات صناعية هتعلن إفلاسها؟ أو اللي بتزود الرقعة الزراعية هتعلن إفلاسها؟ أو اللي بتزيد من الطاقة التخزينية بتاعة الصوامع تعلن إفلاسها؟ يا سلام، هو ده سؤالي والله، بكلمك بجد. أنت بتصدق الشائعة ليه؟ يعني المفروض جدلا أن أنت كمواطن، إحنا الاثنين كمواطنين، يعني مش أنت وأنا ولا بتاع، إحنا الاثنين كمواطنين نقول إيه؟ يا مع الراس دق الطبول، إحنا جربنا شفنا، فشفنا اطلاق الشائعة وشفنا انها كاذبة، شفنا انه اتقال من الاخوان ولا اصحابهم ولا حبايبهم ولا اللي بيعتبروهم معارضة كيت وكيت وكيت، ولقينا انه العكس دائما مش احيانا صحيح. طب بلاش، انا هفكر معاك حتى بصوت عالي على الحوار الوطني. قال لك ايه اول ما الرئيس في الفطار بتاع رمضان قال على الحوار الوطني؟ أول حاجة، بص الليلة ما كملتش، يعني لم نصل حتى إلى الساعة 12 بالليل، كان الإخوان عاملين شوية زيطة وزنبليطة من اللي إيه. أصلا الحوار الوطني ده هيبقى كله أحزاب الموالاة وأحزاب الأغلبيات، ومش هتلاقوا فيه واحد معارضة، فيتشكل مجلس الأمنة والمعارضة فيه واضحة بجلاء، وتتشكل اللجان ويتم اختيار المقررين والمقررين المساعدين وفيهم من المعارضة أكثرها، وفيهم اللي اتعرض عليه، وإحنا حتى اتكلمنا على زميلنا وصديقنا العزيز ضياء الدين داود، من عرض عليه انه يبقى مقرر ويرفض ويقول لك لا انا عاوز اكمل محاور، وقتها قلت منتهى الذكاء من ضياء بصراحة، ذكي سياسيا ده صح، انا عايز اتكلم واقول وجهه نظر. انت واخد بالك الشائعات واصله لحد فين؟ يعني لحد مثلا ايه يوم الاربع اللي فات، وكل مره كل الاربع اظن ولا الثلاثه يتم برضو دحض الشائعه، مش كده يعني؟ فبتصدق على اساس ايه؟ اقول لك على راي الاغنيه الشهيره كده، فيها حاجه حلوه، ده فيها حاجات حلوه كتير قوي. اكاديميه البحث العلمي ده من ضمن الحاجات الحلوه،
البلد يا جماعة اللي يتكرم فيها المخترع وياخد حقه ويكرم فيها المبتكر ويكرم فيها العامل العالم والعامل طبعا ياخد حقه تلت ومتلت ونبقى فخورين بيه ونبقى بنستعين بخبراته اعرف ان البلد ماشي في الطريق الصح. فتلاقي أكاديمية البحث العلمي بتكرم المخترعين المصريين اللي فازوا في معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخة اسمها النسخة الاستثنائية 2022. تعالوا عبر زوم نتكلم مع دكتور حمدي فتوح وهو الأستاذ بمركز البحوث والتدريب ووكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية وحاصل على الجائزة الذهبية بمعرض جنيف. أهلا أهلا بك يا دكتور حمدي. هو أنا الصوت مش واصل لي يا دكتور؟ أنا الصوت الصوت كده كويس ماشي. حضرتك سمعني بالمظبوط؟ أيوة سمعك يا فندم سمعك. أولا مبروك يا دكتور. ألف شكر جدا للتكريم واللي حصل النهاردة. الحقيقة يمكن كلنا سعداء إن العلم التطبيقي بيقرم. أول جائزة في الزراعة يعني كان مستبعد جدا إن يعني يكون في جائزة في هذا المجال اللي بيخش فيه الطب والصيدلة والهندسة والإنشاءات. الفكرة بتاعت الزراعة دي كانت فكرة الحقيقة كان نتيجة جهد طويل لأن كان فيه اجتهاد في محصول الرز بالذات على مدار سنوات طويلة من الثمانينات والتسعينات لحد ما مصر تبوأت مكانة مرموقة في إنتاجية الرز. لكن بعد هذه المكانة أن يكون في استنباطات مختلفة لتطوير نبات الرز والوصول به لحاجة ثانية في ظل الشح المائي وفي ظل زراعته في حزام شمالي للدلتا المتأثر بملوحة التربة وأن احنا نستنبط أصناف جديدة صوبر بشكل نباتي مختلف تستطيع تحقيق إنتاجية متميزة بدل 4 طن توصل ل5 طن بدل 6000 متر مكعب مية 4000 متر مكعب مية بدل ري بالغمر إلى ري على فترات من 8 إلى 10 أيام. الرز السوبر ابتكار مصري يماثل الابتكارات اللي حصل في الصين يتفوق عليها في المحصول بشكل مبهر جدا. وده اللي حصل إن التطبيق كمان يجد طريقه عند المزارع وتصبح المساحة المزارعة من الصنف السوبر والأصناف السوبر تشكل 30% من جملة المساحة المزارعة من الرز في مصر. فدي علامة طيبة. فطبعا تقدمنا بابتكار واحد اللي هو ابتكار الصنف تكا سوبر 300 من ضمن 9 ابتكارات تم تسجيلها بالقرار الوزاري 1115 لسنة 2018. أنواع متعددة من الرز نختار ابتكار واحد نتقدم به للجائزة. والحقيقة كان شيء مبهر جدا أن يتم توثيق جائزة في الزراعة لمصر. أعتقد أن ده شيء يعني ممتاز جدا شيء مذهل ومبهر. وبالمناسبة برضو ده خلينا نقول أن الدكتور حمدي يعني رفع رأسنا وهو فخر لينا وهو يتقدم للحصول على هذه الجائزة وهذا البحث وهذا الابتكار. طب دكتور يعني عمليا كده حضرتك خدت هذه الجائزة الذهبية نظرا إلى أنه تم ابتكار رز سوبر 300 زي ما أنا فهمت إنتاجيته أعلى زيادة 25% عن الانتاجيات المسبوقة ويستهلك مية أقل كتير من المية اللي قبل كده وياخد حيز زراعي أقل بنسبة 30% من الأرض. إذن يساهم هذا الابتكار في حل جانب من جوانب أزمة الغذاء والمياه أيضا في العالم. لكن أنا هنا عندي سؤال، ده معناه أنه مركز البحوث ووزارة الزراعة الحكومة الدولة هم اللي تقدموا بأنه احنا عايزين دكتور حمدي وزملائه يشتركوا في هذه المسابقة الحاصل أو في هذا المعرض يعني معرض جنيف؟ طبعا اللي حاصل أننا من سنة 2014
لحد النهاردة، وفي تعاون مشترك بين وزارتي الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مركز في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. لنا مشاريع، المشاريع ده هي زراعية أسفرت عن تقدم تطبيقي، مشاريع غير تقليدية، مشاريع تطبيقية توصل إنها تكون موجودة عند المزارع بصفة أساسية. الحقيقة نتيجة وكنا المشاريع دي كانت تفوز دايما بالجائزة الأولى بصفة محلية. الحقيقة كانت أول مرة يتم، يعني كان في استغراب إن هل ممكن الابتكارات اللي موجودة دي ممكن تقدم بإحداها لمعرض جنيف الدولي. كان مستغرب أن الزراعة يعني تدخل هذا المجال، ولكن لما دخلت طبعا تعرف أن التطبيقات قصد الاختبارات بتتم على أكبر درجة من الحرفية، وطبعا المعرض ده بيضم ابتكارات مذهلة في مجال أي مجالات علمية، فطبعا الزراعة تخش زي، لكن التطبيق أصلا أو الابتكار أصلا ابتكار استنباط صمت، استنباط صمت ده بيقعد سنوات، استنباط صمت، الصمت أصلا له مميزات تانية. احنا من ضمن الابتكارات اللي موجوده في صنف او ام، اول مره يتم ابتكار ام مصريه عقيمه الذكر سوبر لانتاج الرز الهجين اللي هو ممكن يوصل لستة طن للفدان. ابوها سوبر 300 دي بنستخدمه استخدام ثاني، بنستخدمه كاب لانتاج هجين سوبر يدي 6 طن للفدان، يعني اكثر من الاب نفسه اللي هو السوبر 300. الحقيقة الخطوات والطرق الاستنباطية اللي تمت يعني علمية بحرفية كاملة بمهنية كاملة لا تحدث إلا في دول زي الصين أو معهد الرز الدولي أو الدول التي تهتم أصلا بالتطبيق الحرفي. ده حصل عندنا في الرز، الرز فيه ناس علماء وفيه ناس مجتهدين، لكن سيادتك طبعا أنا معايا فريق طوعنا هذا البحث والفكر والقراءة والمعمقة، وأنا مربي بقالي أكثر من 37 سنة، فعلشان كده الحرفية والتعامل وكلية نشاطات مع العلماء برا، وأحدث القراءات أحدث الاستطلاعات أحدث التقدمات العلمية دايما كنا بنستخدمها في برامج التربية. عندنا يعني إبداعات، ده ما كانش رز السوبر لوحده، احنا أول مرة نبتكر رز بسمتي مصري بطبعة مصرية. كل الأصناف اللي موجودة السوبر ده احنا كل اللي عملناه دخلنا الجين بتاع الرز العملاق الى الاصناف المصريه، وبدانا سنوات طويله من الابتكار لحد ما وصلنا لتراكيب نباتيه. احنا عندنا لحد النهارده اكثر من 500 تركيبه موجوده، كل سنه بندخل هيبقى عندنا 301 و302 و303، وتغيير الطرز النباتيه بتاعه نبات الرز لشكل ثاني مختلف يتوافق مع الظروف والتغيرات المناخيه ويكون مناسب لعمليه التنفس، لعمليه البناء الضوئي بطريقه صح. الرز كان بالغمر مستمر، الغمر ده بيتسبب في مشاكل انبعاث ثاني اكسيد الكربون، لا احنا بنروح الرز بنرويه على فترات بنقلل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي كان بيتسبب فيها محصول الرز على مستوى العالم بانتاجيه عاليه، وبنحقق الزياده الرأسيه بشكل مبهر جدا، لان ما عندناش في مصر الا الزياده الرأسيه في الرز وليس الزياده في الرقعه بشكل مباشر. ولذلك انت عاوز تطعم 85 مليون مصري برز انتاجيته عاليه، ومش كده وبس، الجوده بتاعته تصافي الطبيب بتاعه الصنف تاكا سوبر 300 اكثر من 70%، بيزيد 5% ل 10% عن الاصناف بتاعتنا التقليديه، مع الجوده المطلوبه من الرز المصري اللي بقت طبعته طبعه عالميه ومطلوب عالميا في التصدير، لان مصر كانت بتصدر في التسعينات والألفية أكثر من نص مليون طن، وكان بتصدر ل 64 دولة، كانت حققت إنجازات مبهرة. مصر في وحدة المساحة فضلت الأولى على العالم أكثر من 15 سنة. إحنا بنرجع
ثاني للرز المصري بالطبعة اللي هي مناسبة للتغيرات المناخية لارتفاع درجة الحرارة. كويس قوي لكل الكلام ده. طب أخيرا يا دكتور، هل دي أول مرة مصر تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات، أو أول مرة مصر تشارك في هذا أو النوع ده من المحافل الدولية المعنية بالابتكار وبالاختراع وبهذا الحجم؟ أول مرة تحدث، وأول مرة في الغذاء، وحتة الغذاء دي حتة يعني بقت مهمة. وسيادتك شايف الظروف اللي حصلت في العالم كله دلوقتي ومشكلة الغذاء. مصر يعني ما يكون عندنا محصول استراتيجي، ممكن على فكرة في سنة من السنين في سنة 2008 وكنت وقتها رئيس البرنامج القومي للرز، تم كان في إنتاجية عالية، تم شراء قمح بديل عن الرز بالتصدير. فطبعا احنا وباب التصدير مش مفتوح، ولكن اهم حاجه الاكتفاء الذاتي، واهم حاجه يكون عندنا شغل على هذا المستوى، في اهتمام من وزاره الزراعه، في اهتمام من وزاره البحث العلمي والتعليم العالي، وزاره الزراعه معالي وزير الزراعه اصبح بيهتم بكل كبيره وصغيره موجوده في الانتاج الزراعي لتعميم التقاوي النقيه على المزارعين وزياده الانتاجيه بتاعه المساحه بتاعه الرز. ومش رز وبس، في محاولات في القمح والمحاصيل الاخرى. ان شاء الله انا مستبشر خير ان تزيد المساحه الخضراء وان يزيد الاتجاه في مصر نحو الاصدر من الغذاء باذن الله. باذن الله التخطيط الان للغذاء باذن الله. دكتور تهانينا مره ثانيه، والف شكر مرتين، مره على هذا الاختراع او هذه الابحاث اللي ادت الى هذه النتيجه، ومره الثانيه بتاعتنا انه نورتنا في هذا البرنامج. الف شكر ليك يا دكتور حمدي. كل الشكر لدكتور حمدي فتوح الاستاذ مركز البحوث والتدريب في تحديدا محاصيل الارز، ووكيل معهد بحوث المحاصيل الحقليه بمركز البحوث الزراعيه، حصل مؤخرا على الجائزه الذهبية في معرض جنيف. أول مرة مصر تشارك في حجم في محفل لهذه الابتكارات والاختراعات في مجال بحوث الغذاء والزراعة، أول مرة. مصر بتزرع بقالها يجي 8000 سنة بنزرع. طيب ما سيبك من الزراعة يا عم، المحافل دي والمهرجانات دي والمعارض دي والمسابقات دي أكيد بقالها عشرات السنين، أول مرة. لا مش اللي أنت فاهمه، أول مرة دي معناها أنه ابتسم، أنت في دولة تقدر العلم، تقدر العالم، تقدر البحث، وبالتالي تقدر الباحث، وبالتالي بتزق مبتكريها ومخترعيها وباحثيها وعلمائها طول الوقت القدام. هنروح وهنشترك وهتشترك بالبحث بتاعك. ليه؟ لأنه النهاردة عالم زي دكتور حمدي على سبيل المثال لما يلاقي أن الدولة بتهتم بأبحاثه بهذا القدر، مش بس على مستوى أنه تمام شكرا يا دكتور احنا بقى هناخد الحاجات اللي انت عملتها دي وهنزرعها، وده في حد ذاته هدف عظيم ان احنا نزرعها وناكل وننبسط ونصدر ونجيب فلوس، بس لا، ده احنا هنبعتك تروح تشترك في هذا المعرض الهام عشان انت كمان تشعر بحجم تقدير الدولة ليك من جهة، وحجم التقدير العالمي ان حصلت على الجائزة. فيحصل حد زي دكتور حمدي على الجائزة الذهبية على سبيل المثال، ولو حصل على فضية برونزية هو كده تمام برضو، بس شوف بقى هو شرفك لحد فين. لا ده احنا الجائزة الذهبية. طيب وبعدين يرجع فيكرم كمان من أكاديمية البحث العلمي في مصر. عايز تقولي انه كده مصر ما بتتغيرش؟ انت عايز تقولي كده يعني انت لازلت متمسك بفكرة بيتضحك بيها عليك ويتقالك هو فين التغيير اللي حصل في مصر؟ ما تقولوا لنا حصل ايه؟ حصل ايه؟ حصل ان انت عمرك ما اشتركت في معرض او في مسابقة علمية بهذا الشكل، عمرك. أقدم زارع أقدم مزارع وفلاح في التاريخ، ومن أوائل كليات الزراعة التي نشأت في المنطقة بالكامل، بل ومن أوائل الكليات اللي بنت وتأسست في جامعة القاهرة لما اتعملت يعني الجامعة وقتها، وكانت الجامعة بتاع آسف كلية الزراعة بتاعتنا دي واحدة من الكليات المهمة جدا جدا على المستوى الاحترام الأكاديمي والدولي ليها بالمناسبة. وبالرغم من كل ده ما شاركناش في حاجة. الله، ده حاجة غريبة قوي قوي.
تيجي تقول لي كده مصر ما اتغيرتش، ده اتغيرت كتير يا راجل. طيب تعالى برضو عبر زوم معانا المهندس مصطفى أوراني، عضو المجلس الاستشاري لتطبيقات الفضاء بالأمم المتحدة والمدير الفني لتطوير شركة سكاي للمشروعات والتكنولوجيا المتقدمة. حصل المهندس مصطفى على الجائزة البرونزية في مجال الطاقة. أهلا 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 يا باشمهندس. ده إيه النور ده وشاب كمان، يعني إيه أحتفل بيك تسع مرات؟ إزيك يا فندم، إيه الأحوال، كله تمام؟ أولا مبروك. الله يبارك في حضرتك. ثانيا شكرا على الجائزة، ده احنا اللي نشكرك. اشرح لي البحث أو الابتكار، الاختراع بتاعك كان إيه؟ الاختراع كان، بس ببساطة علينا احنا على قدنا. الصوت راح. باشمهندس مصطفى. الصوت راح خالص، لو سمعني الصوت راح، انا ما سمعتش حاجة. هنعيد الاتصال مرة تانية بالباشمهندس مصطفى. انت خدت بالك؟ شاب زي الفل. زي الفل. عضو في المجلس الاستشاري لتطبيق، حدوتة كده تايتل يخوف يعني. وبعدين يحصل على هو كمان على جايزة في مجال الطاقة. طب انا راضي ذمتك، وايه اللي بيحصل في مصر؟ هي دي بقى بجد بتحط عليها السؤال هنا بقى في المكان المظبوط. يعني في ناس بتروح مستخدمة، ايه اللي بيحصل في مصر؟ بس بيستخدموها سلبا. قال يعني بقى الموضوع منهار ولازم الناس تقعد في الشوارع تعيط وتبكي بدل الدموع دم. هو بجد ايه اللي بيحصل في مصر؟ بجد حقيقي يعني، بس هنا بقى بالشكل الإيجابي، في الاتجاه الإيجابي، هو إيه اللي بيحصل؟ علماء ومبتكرين ومخترعين، بالمناسبة هي مصر عمرها ما عدمت علماء ولا مبتكرين ولا مخترعين، بس حضرتك كنت تعرف عنهم حاجة؟ لا. هل الدولة كانت بتتبنى إن هم يسافروا ويحضروا محافل دولية كبيرة وتساعدهم على الوصول إلى كبريات الأماكن اللي ممكن يتقدموا فيها أو مسابقات علشان يحصلوا على جوائز و و و و ويبقى اسمهم كده متبروز ومتلمع ويحصلوا على جوائز والعالم يعرفهم، وفي نفس الوقت أنت كمان كدولة تستفيد من المبتكرات والتطبيقات والاختراعات بتاعتهم؟ أنا راضي ذمتك. أنت سمعت ده فين؟ أنا عندي 47 سنة ونص، لا دخل على 17. في السنة ده احنا بنعدها بالاسبوع بالمناسبة. انا ما شفتش، طبعا ما شفتش. انا ابن الجيل اللي شاف الناس بتاخد بعضها وتكت، يطلع اوروبا يطلع امريكا يطلع كندا استراليا ويتقال كده. انا ما فيش حد هيقدر العلم بتاعي ده، مش في جيلي، سيبك من جيلي، الكبار. كام عالم من جيل زي أبهاتنا خد بعضه وساب البلد؟ يوه، ده عشرات مئات خدوا بعضهم وراحوا اشتغلوا في انجلترا وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي هولندا وفي السويد وفي بلجيكا وفي كندا وفي أمريكا وفي استراليا وفي نيوزيلندا وفي اليابان. النهاردة ألاقي ما كناش نسمع أساميهم، ما نعرفش الأسامي إيه حتى، لأنها كانت بلد طاردة لافظة. لا أنا بمنتهى البساطة، دكتور أحمد زويل الله يرحمه يا رب خد بعضه راح أمريكا وقال لك كده أنا أروح هناك عشان العلم، مفيش حد هنا لا بيقدرني ولا هياخد باله من اللي أنا بعمله. تشوف بقى هنا الناس، إحنا عرفنا أو أغلبنا وقتنا زمان عرفنا دكتور احمد زويل لما حصل على جائزة نوبل. ازاي ما نبقاش عارفين ان هذا الحجم المصري، حجم العقلي المصري موجود بس في كاليفورنيا؟ ازاي ما كناش نعرف يعني؟ ازاي ما كناش نستعين بيه يعني؟ الله يرحمه. فلما حصل على نوبل، بالمناسبة انا عايز اضرب لك مثل بسيط يعني، نجيب محفوظ ما خدش قلادة النيل غير لما حصل على جائزة نوبل الاول، عشان بس تبقى فاهم الذهنية اللي كانت بتدير هذه البلاد. نجيب محفوظ ما خدش قلادة النيل غير لما حصل الأول على نوبل،
مهندس مصطفى قرني معانا. ازيك يا باشمهندس مصطفى؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ بس ده انا فرحان بيك قوي. قول لي بقى باشمهندس وبمنتهى التبسيط قدر الامكان علشان احنا مش مخترعين، الابتكار او الاختراع بتاع حضرتك كان على ايه؟ انا هوضح بس لحضرتك ان الاختراع دي تاني جائزه دوليه ياخدها، خدت ميداليه برونزيه في كوريا الجنوبيه السنه اللي فاتت، ودي الجائزه رقم 30 ليا في مجال الهندسه والابتكارات على مستوى العالم باسم مصر. حلو، ايه بقى الابتكار ده؟ الابتكار هو عباره عن وحده للطاقه الكهرومغناطيسيه. يعني ايه طاقه كهرومغناطيسيه؟ يعني زي الطاقه المغناطيسيه بس جمع بين المغناطيس وبين الكهرباء. انا بستخدم فيها طاقه طبيعيه متجدده زي الطاقه الضوئيه. بحول الطاقه الضوئيه لطاقه كهرومغناطيسيه، وبعدين بحولها لطاقه حركيه. يعني ايه طاقه حركيه؟ يعني قدره الموتور ان هو يتحرك بشكل مستمر. لانه لو طالما نجحت في تحويل الطاقه الضوئيه الى طاقه كهرومغناطيسيه هتقدر تخلق حقل ما وبالتالي ينتج منه مجال حركي. بالظبط كده، وطالما تولد مجال حركي اقدر استخدمه في مجالات متعدده، ممكن استخدمه كموتور بس او ممكن استخدمه ان انا اولد كهرباء. طب اول سؤال، فبالتالي هو ازاي؟ فبالتالي انا عندي دلوقتي مصدر طبيعي للطاقه بيتحول لكهرباء من غير بقى ما استخدم وقود او استخدم اي حاجه غير طبيعيه. من الضوء؟ من الضوء، يعني اي نوع من الضوء، مش لازم ضوء الشمس فقط، يعني ضوء طبيعي او ضوء غير طبيعي، اي ضوء. بالظبط كده، بالظبط كده، طبيعي كان او اصطناعي. بالظبط كده، بالإضافة لأن أنا ما بحتاجش أدي للجهاز بتاعي ضوء مستمر، أنا بديله بلصات ضوء فقط على حسب عدد اللفات اللي أنا عايز الموتور يلفها، بديله البلصات دي على أساسها، فبالتالي بوفر كمان في الطاقة اللي أنا بستخدمها عشان أشغل الموتور بتاعي. ليه كده؟ لأن الطاقة الضوئية حضرتك عارف إن هي مش متوفرة اليوم كله، هي متوفرة جزء من اليوم وبالليل ما بتبقاش متوفرة، فعشان ما استهلكش طاقة ضوئية صناعية كبيرة جدا، الجهاز بتاعي بياخد بلصات دي كل فترة زمنية، فبالتالي أنا بوفر الطاقة اللي أنا بدخلها له، وبيوصل عدد اللفات بتاعتي ل 5000 لفة، ودي سرعة عالية جدا، والسرعة دي أقدر أستخدمها في توليد طاقة عالية سواء حركية أو طاقة كهربائية. يعني اقدر اولد منها طاقه كهربائيه اشغل بيها محطات مثلا علشان اناره مدن او قرى، او يعني على حسب السكيل ولا ايه؟ بالظبط كده، بالظبط كده، وممكن اعمل منه موتور، الموتور ده من اول موتور المروحه لحد موتور الطياره. ده زي ما بيتقال بريك ثرو، ده مش هزار. بالظبط كده، هو يعني انا عايز اقول لحضرتك انا اشتغلت على المشروع ده حوالي 5 سنين وعملت اكتر من 350 تجربه لحد ما اوصل وبطور. يعني السنه اللي فاتت لما شاركت في مسابقه في كوريا الجنوبيه كان السيستم محتاج تطوير، قدرت ان انا اطوره، وحاليا كمان انا بحاول ادخل فيه جزئيه الذكاء الاصطناعي بحيث ان هو يبقى اوتوميشن تماما، يشتغل من غير تدخل ايدي بشريه. طيب معلش انا هتقل عليك، الموضوع بالنسبه لي شيق جدا كمان. يعني هو النوع ده او الاختراع ده او هذا الابتكار باعتباره ابتكارا تطبيقيا، فعلى المستوى الاقتصادي هو قابل الى انه يتحول الى انتاج اقتصادي للطاقة ولا لا؟ قابل جدا وموفر. يعني بعد المقارنات والتجارب اللي عملناها، لو استخدمنا خلية شمسية عادية فقط في مقابل الجهاز بتاعي، هنلاقي ان الجهاز بتاعي بيولد بنسبه تتعدى 30% فوق اللي بيولدها الخليه الشمسيه، ولو قارناه بالتوربينات الرياح هنلاقيه ان هو بيولد 45% نسبه اعلى من اللي بيولدها توربينات الرياح العاديه. وده اختراع بتاع حضرتك بتاع مصر والسلام عليكم. باسم مصر، وحصل على جائزتين دوليتين باسم مصر. ايه ده؟ طيب هل تكلفته عاليه بالمقارنه بحجم الانتاج بتاعه الطاقه بتاعته؟ التكلفه بتاعته بسيطه لان انا بستخدم مواد طبيعيه متوفره، مش محتاجه حتى استيراد من بره،
فبالتالي التكلفه بتاعته بتوفر كتير سواء في الجمارك او في النقل او في الضرائب، فبالتالي بيبقى التكلفه بتاعته بسيطه جدا مقارنه بالاجهزه، غير ان هو موفر. يعني لو بقارنه بالخلايا الشمسيه، الخلايا الشمسيه بتحتاج معاها ملحقات زي انفرتر زي بطاريات صح. زي واير، الجهاز بتاعي ما بيحتاجش الحاجات دي كلها، فبالتالي بيوفر في التكلفه. وكذلك توربينات الرياح تكلفه انشائها بتكون عاليه جدا، فانا الجهاز بتاعي برضو ما بيحتاجش الكلام ده. الجهاز بتاعي ميزته ان هو بيجمع بين مميزات الطاقه الطبيعيه ومميزات الطاقه الصناعيه، وبيلغي العيوب في كل المجالين. طيب معلش بص، انا بسال اسئله عارف ان مش كل المذيعين هيسالوها، بس عشان انا كنت ساقط هندسه بجد والله، ساقط اعدادي هندسه عشان كده حولت مساري على طول، بس لسه فاضل عندي شويه بواقي. الـ 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 الاختراع ده يخليني اقدر اعمل موتور زي ما قلت نصا كده من اول المروحه لحد الطياره. بالظبط. ده معناه ان الطيار بتاعي مستمر، يعني ما بيفصلش. الطيار مستمر، بس انا بعمل له كنترول، انا افصله او ازود عدد اللفات بتاعته اللي هي السرعه او اقللها، انا بعمل كنترول كامل عليه. ولما اعمل له سيستم الاوتوميشن الكنترول، هيبقى هو اوتوماتيك بيعمل كنترول بناء على الافعال اللي بتحصل. لو انا بزود السرعه بتاعتي، هو اوتوماتيك بيزود عدد لفات، بقلل السرعه هو اوتوماتيك بيقلل، بيتجاوب معايا بدون ان انا اتدخل بشكل مباشر معاه، وده بيديني كفاءه عاليه جدا. عشان ما مثلا لو بستخدمه كوحده توليد، مش محتاج بقى ان انا اخلي شخص قاعد قدامه عشان يبدا يظبط الباور والاوتبوت بتاعه، لا هو هيبقى اوتوماتيك بيبدا يزود او يقلل بناء على الحاجه والسحب بتاعنا، اللي هو بدخله الداتا اوتوماتيك وهو بيبدا يعمل لها بروسيسنج ويعالجها، وبناء عليه بيبدا يولد لي الطاقه، سواء الطاقه الحركيه او الطاقه الكهربائيه اللي انا محتاجها. وعن طريق الذكاء الاصطناعي اللي بتدخله عليه زي ما قلت لي، هنا هيصبح الجهاز او الذكاء الاصطناعي قادر على انه يعمل عمليه تقدير للمواقف المختلفه، ومنها يتم التحكم في حجم الطاقه اللي خارجه منه. بالظبط. يعني هدي مثال بسيط لحضرتك، يعني لو انا ضوء الشمس طبعا طول النهار ما بيبقاش بنفس القوه، بتختلف القوه بتاعته على حسب، فهو اوتوماتيك يزود عدد اللفات. لو انا عايزه مثلا 1000 لفه، وضوء الشمس ما بقاش كافي ان هو يديله ال 1000 لفه، فهو يجي يشغل السيستم الاوتوماتيك الصناعي ان هو يديله البلاصات الضوء اللي تساعده في ان هو يوصل لل 1000 لفه، وهكذا اوتوماتيك بقى من غير ما يكون في عامل بشري هو اللي يقعد يزود وينقص، لا هو اوتوماتيك بيعمل ده بناء على الحاله اللي هو فيها وبناء على اللي انا محتاجه منه. طيب استمراريه التدفق بتاع الطاقه هتحصل ازاي من غير ما يبقى في عندي بطاريه اخزن فيها؟ يعني لو انا حطيت الابتكار ده او الموتور ده حطيته جوه عربيه، فانا هعرف ازاي العربيه هتمشي ازاي؟ هل هتفضل طول الوقت مستنيه الضوء يبقى داخل، ولا الطاقه هتتخزن في بطاريات ومن ثم اقدر استخدمها في السير؟ الطاقة بتتخزن في وحدة اسمها وحدة سوبر كاباستور، ودي بتبقى اعلى شوية من البطاريات في الكفاءة بتاعتها وفي سرعة التخزين. يعني لو بنتكلم مثلا ان البطارية العادية محتاجة ساعتين عشان تشحن، ده هيبقى محتاج 5 دقائق عشان يشحن. فبالتالي بيشحن بسرعة جدا وبيديني الطاقة بسرعة، استجابته لسحب الطاقة اسرع من استجابة البطارية العادية. فهو سيستم متكامل من اول ما ازاي يستقبل الطاقه لحد ازاي يخرجها وازاي يعمل كنترول وتحكم فيها. طيب. ومرن، يعني مرن في ان انا ازود الطاقه بتاعته او اقللها، ازود حركته او اقللها، استخدمه كموتور او استخدمه كوحده للتوليد، مرن ان انا استخدمه في استخدامات عديده. النوع ده من الاسئله والاجوبه يسموه في بلاد بره فود فور ثوت، غذاء للافكار. أنا بسأل عشان عندي هدف في الآخر، ما أنا برضو لقيم حبتين. إيه هو بقى؟ لا مش هقول لك الهدف دلوقتي، معلش أنا بطول عليك، بس أنا فعلا فرحان بيك فرحة لا توصف. ربنا يخلي حضرتك. قبل ما أسأل السؤال صحيح، وحضرتك اتخرجت من فين يا فندم؟ أنا من كلية هندسة، أنا درست في كلية هندسة خاصة أكاديمية طيبة، وحصلت على منحة لدراسة الماجستير في كلية الهندسة جامعة القاهرة، بالإضافة إن أنا حصلت على منحة للدراسة في أمريكا والدراسة في ألمانيا، أخدت منهم الحاجة العلمية اللي أنا أقدر أحتاجها، ورجعت بقى عشان أفيد بالخبرة دي في مصر، لأن أنا اشتغلت مشروعات دولية وصلت إن أنا مدير مشروع تطوير البلاد الإفريقية، فكان لازم بعد الخبرة دي بقى أرجع عشان أنقلها للبلد.
لاني لو حضرتك عارف لو إن لو استمريت هناك خلاص الطريق بره هيسرقني من بلدي بمعنى صح، ومش هقدر ارجع افيد البلد بالشكل اللي انا بخطط له وبحلم بيه. يعني انا عايز انقل الخبره، لان انا هدفي مش ان انا اكون بس انا مبتكر، لا، ان انا انقل الخبره عشان يبقى في احسن مني مليون واثنين مليون وثلاثه مليون. يعني انا مثال بسيط، السنه اللي فاتت قدرت ان انا ادرب 15,000 طالب مصري على مجال تكنولوجيا الفضاء، ووفرت لهم خبراء دوليين في المجال ده وكان مجانا. فده الدور اللي انا شايفه اكثر من ان انا مبتكر وافيد بابتكارات البلد، لا، بخبرتي انقلها للشباب وللناس عشان يبقى في بدل مصطفى مليون واثنين مليون مصطفى. ده الهدف بتاعي. روح يا شيخ اشوف ابني زيك. ربنا يخليك ان شاء الله. عندك كم سنة يا باشمهندس؟ انا 30. ربنا يدي لك الصحة وطولة العمر ونشوفك أكبر من كده. أكمل الأسئلة بتاعت فود فور ثوت. قلت لي بقى إن الجهاز اللي حضرتك بتعمله ده بيمكنني إن أنا أقدر أحتفظ بالطاقة بكفاءة أعلى من البطاريات المعروفة. البطاريات دي بقى إحنا خلاص العالم تخطى مسألة البطارية اللد ودخل في البطارية ليثيوم آيون، ودي بتكنولوجيا أكثر تقدما، دي اللي موجودة في العربيات الكهربائية المشهورة، صح كده؟ مظبوط. حلو. اللي حضرتك عامله شيء ما مش هعرف أقوله تاني عشان طبعا أنا مش عالم، فهو أكثر تقدما من البطاريات اللي بتتحط في العربيات الكهربائية المشهورة، عارف الرهوان، مش الرهوان التاني، المشهورة. مزبوط. المشهورة اللي معروفة قوي في كل حتة دي. مظبوط. انا يعني عايز اقول لحضرتك الطاقه الانتاجيه بتاعته، يعني سرعه 5000 لفه في الدقيقه، دي سرعه عاليه جدا، سرعه يعني على المستوى الحركي والميكانيكي هي مش سرعه عاديه، هي سرعه لتخزين الطاقه احسن من احسن من البطاريات اللي بتتحط في العربيه الامريكاني والعربيه الالماني. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني انا عايز اقول لحضرتك الموتور نفسه الاكس بتاعه اللي هو المحور بتاعه طاير على الهواء، فعشان هو طاير في الهواء بيبقى ما فيش احتكاك، فبالتالي سرعته بتبقى اعلى ما يمكن. انا زي ما قلت لحضرتك استخدمت الطاقه الطبيعيه زي الطاقه الضوئيه والطاقه المغناطيسيه لتوليد عدد حاجات، يعني توليد عدد لفات، توليد ان المحور نفسه يكون طاير على الهواء وما فيش اي احتكاك. وانا اتمنى ان يكون في لقاء مع حضرتك واعرض فيه فيديوهات للجهاز عشان الناس تستوعب اكتر الموضوع، يعني الموضوع شيق وممتع جدا. هو الجهاز ده ضخم؟ يعني كلمة كهرومغناطيسية ده تطبيقاته كبيرة جدا سواء في المجال المدني أو المجال العسكري. الجهاز ده حجمه ضخم يا باشمهندس؟ لا 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 خالص. قد إيه يعني؟ خالص، يعني هقول لحضرتك لو بنقارن مثلا بخلايا شمسية لتوليد 1 كيلو واط، الجهاز بتاعي هيبقى 15% من مساحة الخلايا الشمسية اللي بتولد كيلو واط عشان يولد 10 كيلو واط. قولها لي في حاجة بستخدمها في بيتنا، أي حاجة. هقول لحضرتك تلفزيون، ثلاجة، غسالة، يعني قد جهاز قد الثلاجة ممكن يولد مثلا حاجة تكفي فيلا مثلا. أوكي، حلو قوي. عندي بقى سؤال لا انا كنت بسال على الحجم عشان اشوف اذا كان هننفع نيجي الاستوديو ولا هجي لك انا، فانا هجي لك لانه ده حجم لا صعب نعمل له تصريح دخول. انا في عندي نماذج صغيره ممكن نجيبها ونعرضها. يلا بينا ان شاء الله من بكره بعد اذن زملائي يعني والمديرين المسؤولين عن البرنامج. لكن بيقولوا لي حاضر وزمايلي، لسه بقى مستنيين المديرين المسؤولين عننا يعني رؤساء القناه. بس هرجع هنا على نقطه، الجهاز ده احنا هنبدا نعمل له مصنع هنا في مصر ولا؟ بسال السؤال ده ليه؟ ده الهدف الرئيسي. انا امل حياتي من ساعه ما قالوا عربيه كهرباء، وحضرتك سيدي اللي عارفين العربيات الكهرباء خلاص يعني هي في العالم 2035 اوروبا هتبقى عربيات كهرباء، ما فيش عربيات تانية هتمشي في اوروبا. واحنا الرئيس قال بدل المره 9000 مره احنا لازم نحقق قفزات وبالذات في التصنيع. هل انا كمصر بقى لو عملنا مصنع لهذا الجهاز هقدر اعمل موتورات عربيات كهربائية استنادا الى هذه التكنولوجيا؟ ده واحد. اتنين، هل هبقى محتاج اعمل مصانع لبطاريات العربيات الكهرباء ولا بالجهاز ده اقدر استعيض عن مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية؟ تمام. بالنسبة للسؤال الاول، هو نقدر نصنعه من بكرة لان كل الخامات بتاعته متوفرة في مصر،
والسيستم ونظام موجود سهل ان احنا ننفذه، نقدر نشغل بيه زي ما قلت لحضرتك لحد نقدر نعمل منه محركات طيارات، مش بس محركات عربيات او اتوبيسات او حتى قطوره، لا نقدر نعمل منه محركات طيارات كمان. بالنسبه للتوليد لا، هو الطاقه بتاعته في التوليد بتاعه هتساعد مصر ان هي تصدر طاقه لافريقيا والدول الاوروبيه كمان، لان عامل والخارج بتاع الطاقه بتاعته الناتجه كبير جدا. بالنسبه لتنفيذه زي ما قلت لحضرتك هو سهل جدا 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 التنفيذ، الدراسات كلها موجوده، التجارب كلها موجوده، والامكانيات موجوده في مصر حاليا، وده التوجه حاليا في ان الدوله تتجه لمصادر الطاقه الطبيعيه. حضرتك عارف مشاكل الطاقه الصناعيه وشح توفرها حاليا في الفتره الحاليه وفي الفتره القادمه. طيب مش هحتاج اعمل مصنع بطاريات للعربيات الكهرباء لو انا بصنع الجهاز ده؟ مش محتاج ان انا اعمل مصنع، لان هو وحده متكامله، الوحده المتكامله دي بتشمل المحرك نفسه ووحده التوليد ووحده التخزين، فبالتالي انا مش محتاج حاجه خارجيه عن الجهاز، لا هو بيبقى متكامل، حتى وحده الاضاءه الصناعيه والتحكم فيها موجوده جوه الجهاز نفسه. واحجام هذا الجهاز واوزانه تصلح للاستخدامات بتاعه العربيات، الطيارات هتبقى سهله نوعيا لو احنا بنحسبها بالطريقه دي، يعني طبعا اكيد عشان توليد طاقه كبيره هتبقى الطيارات اصعب، لكن من حيث الوزن وحجم هذا الجهاز والقدره التخزينيه بتاعته للطاقه هبقى محتاج حجم صغير قدر الامكان ووزن خفيف قدر الامكان. من اهم مميزات الجهاز ان في مرونه في التصميم، مرونه اللي تخليني اعمله بشكل افقي او بشكل راسي، ان انا استخدم خلايا ضوئيه اقل او خلايا اكثر، ان انا ازود عدد الملفات او ازود قوه المغناطيس. فممكن انا قلت لحضرتك من شويه ان انا ممكن اعمل جهاز بحجم الثلاجه يكفي فيله، لا بالتطبيقات الصحيحه وبالخامات الصح انا ممكن اعمله زي اللابتوب يكفي فيله. فدي في مرونه كبيره جدا في التصميم بتاعه، ودي كانت اهم حاجه ونقطه وانا بعمل الجهاز، ان انا الاقي له طريقه ازاي اعمل مرونه في التصميم بحيث ان هو يتوافق مع كل الاوضاع، يتوافق مع كل الاجهزه، مع كل الاحتياجات اللي انا ممكن استخدمه فيها. والحمد لله قدرت ان انا انجح في ده وقدرت ان انا اطور في ده. عشان كده لما كنت في المسابقه بتاع كوريا ولما قابلت معالي الدكتور شاكر وزير الكهرباء قالوا جمله واحده اتفقوا عليها الاثنين، ان ده من اهم الافكار في القرن الحالي في مجال توليد الطاقه. والحمد لله اثبتت ده في الجوائز الدوليه اللي خدتها بنفس الجهاز ده في مسابقتين دوليتين من اكبر المسابقات على مستوى العالم. انا هنصحك يا مصطفى بحاجه صغنطوطه. اتفضل يا فندم. مع بعض المتخصصين قوي في مساله دراسات الجدوى والتاسيس، اعمل دراسه جدوى المصنع لهذا الجهاز، ابدا فيها من الليله دي، نصيحه، لان انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى وما ولا يكتر على الله شيء يكون الريس سامعك دلوقتي يا مصطفى. يا رب يا فندم. اصل انت مش متصور ده لو ينفع يتعمل في اطار انتاجي يولد الطاقه بسعر منافس عما نعمل عليه حاليا، سواء اذا كنا في مصر او في حتت تانية، انا اعتقد الريس هيقول يلا. انا اتمنى ده وانا جاهز ومستعد لده. يا رب يكون سامعنا وشايفنا. قادر يا كريم بجد. مصطفى انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا هاجدد تقديري ليك في نفس اطار الجمله اللي قلتها لك، اشوف ابني زيك يا مصطفى. شكرا جزيلا وان شاء الله تشوفه احسن مني. لا يا سيدي ربنا يخليك، لو لحد كده هيبقى 100 فل قوي. اشكرك الف 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 شكر ليك، وربنا يوفقك انت وكل الناس اللي بتشتغل بحقيقي بالطريقه دي وبتفكر كده. انا رحت المهندس مصطفى أوراني عضو المجلس الاستشاري لتطبيقات الفضاء بالأمم المتحدة، المدير التنفيذي لتطوير سكاي لا أو شركة سكاي لا المشروعات والتكنولوجيا المتقدمة، حصل على الجائزة البرونزية في مجال الطاقة. أكتر حاجة عجبتني جنب كل الأسئلة اللي أنا سألتها دي اللي هو قاله، قال انا خدت الماجستير من جامعه القاهره وبعدين سافرت امريكا عملت الدكتوراه بتاعتي وحصلت على العلم اللازم ورجعت لمصر عشان لازم افيد البلد دي وادرب ناس يطلعوا في وقت من الاوقات احسن مني. شوف الكلام الحلو.
طيب تعال بقى نروح عبر زوم ويا رب يطلع الصوت حلو. مهندس هشام محمد عبد السلام. مهندس هشام هو رئيس مجلس إدارة شركة HST والحاصل على فضية القطاع الطبي. فضية القطاع الطبي باش مهندس هشام تيجي ازاي؟ ده اللي أنا هفهمه دلوقتي. أكيد عمل جهاز متعلق بالأجهزة الطبية صح ولا إيه؟ ازيك يا باش مهندس؟ ازاي حضرتك استاذ يوسف؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ جدا. كله تمام؟ كله زي الفل يا فندم. مبروك تمام. مره واثنين وثلاثه و10. الله يبارك فيك يا فندم. الله يبارك فيك يا فندم. السؤال اللي هيساله واحد ساذج زي المهندس هشام واخد جايزه في القطاع الطبي ازاي؟ فانا جاوبت برضو على نفسي كساذج، قلت اكيد عمل جهاز مهم لاغراض طبيه ولا ايه؟ هي مش بالظبط كده، احنا خلقنا ماده من رمله سينا البيضاء، انت عارف رمله سينا دي كنز كبير جدا، حتى سياده الرئيس وقف تصديرها في الفتره الاخيره لان دي ثروه تساوي اكثر من الذهب بالنسبه لاهل مصر. الرمله البيضاء قدرنا نخلق ماده فيزيائيه طبيعيه بتقنيه النانو مع الاندماج الحراري. الماده دي تستطيع القضاء على جميع انواع البكتيريا وجميع انواع الفيروس والحمايه منها في دايره نص قطرها 80 سم بمجال في علم جديد خالص اسمه علم الكوانتم فيزيكس. دي بقى اللي هي في العلم بيسموها هندسه المواد ولا دي حاجه ولا دي كيمياء؟ العلم الكمي، فيزياء الكم اللي هي الفيزياء الحديثه. في العلم الكمي ده ليه خواص ما ينطبقش على الفيزياء الطبيعيه، اللي هي الترددات بتاعتها بتبقى 10^15. احنا العالم لسه بيتكلم في ترددات صغيره زي موبايل 5G، وبعدين نقول 5G. احنا بعد الجي في تيرا، بعد التيرا في كوانتا. احنا نجحنا نخلي الرمله تولد بتقنيه، خلي ماده بنصنعها من الرمله تولد ترددات في رينج الكوانتا اللي هي الكوانتم فيزيكس. طيب الكوانتم ده بيعمل مجال نص قطره 80 سم. في المجال ده اي بكتيريا او اي فيروس ما يقدرش يهاجم الانسان، ينتهي في المجال اللي حواليك، كان انا حاطك وحبيب جوه قناع او جوه بلوره. يعني دي حاجه تزرع داخل الجسم؟ لا 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 خالص، دي ماده هنحطها على اي حاجه ديكور، احطها لك على سلسله خشب شيك تلبسها، احطها لك على ساعه، احطها لك على جلد طبيعي. دي ماده، الماده دي بتتحط على اي ديكور، الديكور ده يعمل دايرة نص أو كورة نص قطرها 80 سم، تخيل كورة كده محاوطة دماغك كده بمجال، كل المجال ده ما ينفعش يدخل فيه بكتيريا ولا فيروس، وبالتالي نقدر نتصدى لأي حروب بيولوجية. فأنا أغطي شيء ما بهذه المادة صح؟ ولا أصنع الشيء بالمادة دي؟ أصنع الشيء بالمادة، إحنا بنعملها سلسلة، الرخصة، إحنا خدنا رخصة صناعية من جمهورية مصر العربية من وزارة الصناعة مشكورين يعني، دي سلسلة بتتلبس، السلسلة دي بتعمل كورة نص قطرها 80 سم. داخل مساحة الكورة دي كلها بيغير الوسط حاجة اسمها قلوي، وبيخليش أي فيروس يقدر يعيش أو بكتيريا في الوسط القلوي. يعني ألبس السلسلة دي معياش ولا إيه؟ لا ما يجيلكش حاجة. بجد؟ أه والله. ايه العلم ده؟ هو حضراتكم بتجيبوا الكلام ده ازاي؟ ده علم اسمه علم الكوانتم، من العلوم الجديده، من العلوم الحديثه يعني في العالم، ولسه الناس مش قادر يستوعبوا العلوم دي قوي، لكن احنا نجحنا ان احنا نخلق ماده بعلم الكوانتم ده، نانو تكنولوجي. الكوانتم ده بيقدر يعمل مجال، المجال ده بيقضي على اي فيروس واي بكتيريا، وبيزود فيتامين دي في الجسم الطبيعي. ولو ايه حضرتك خدت الفيروس بيضرب حاجه اسمها السبايك بروتين جوه الفيروس، اللي هي الشوكه اللي بتكون منها الفيروس او الخشايا الخارجيه، ده بيبقى الشوكه دي اللي بتمسك بالخليه بتاعت الانسان، فلما اضرب السبايك بروتين ده الخليه تضعف توقف الريبليكيشن. الكلام ده بيتم حضرتك لو في اصابه، انا بوقف الاصابه دي في 20 دقيقه. احنا في مصر بنعمل الكلام ده يا فندم؟ ايوه بنعمل الكلام ده واكتر من كده كمان يا فندم، بعقول وايدينا المصريين. حاجات كتير هنفاجئ بها سياده الرئيس ومصر وشعب مصر، يعني حاجات ان شاء الله هنسعد جدا بالعلوم الحديثه يعني ان شاء الله. طب بما انه حضرتك قلت لي احنا خدنا رخصه لتصنيع هذه الماده ونعمل منها منتجات، دي تبقى منتجات اسعارها غالي قوي ولا نص نص؟ لا لا متناول اي حد، متناول سعر المصري كده. معلش تاني كده، معلش كده. سعر المادة دي لما بنعملها المنتج ده بيقعد من 6 شهور لسنة. أوكي. انت من 6 شهور لسنة هتستهلك ماسكات قد ايه؟ مثلا في حدود 100 جنيه، 80 جنيه، 90 جنيه كده يعني.
فالمنتج ده بيقعد معاك سنه كامله ثمنه في حدود ال 100 هو لو حتى 6 شهور ما عنديش مشكله يعني 80 جنيه كل 6 اشهر مش هيحصل حاجه يعني. بالظبط كده بالظبط حضرتك. طب ويبدا خط الانتاج قادر يا كريم امتى؟ خط الانتاج اوريدي بدا وبدانا نطلع عينات وبدا البيع بكميات محدوده. كنا مستنيين الحفله بتاعه التكريم عشان نعمل حمله اعلانيه وحضرتكم تقفوا معانا عشان نقدر نطلع حاجه جديده يعني. لا أنا معاك اعتبر الموضوع انا هو كمان على فكره احنا انتهينا من الاختبارات على الهيربت اللي هي الزئبه الحمراء اللي ملهاش علاج بنقضي عليها كمان في 20 دقيقه جدل القرود بنقضي عليها في 20 دقيقه فاقول لي انا مطمن اهل مصر ومطمن حضرتك ما تقلقوش حتى لو جدل القرود جابت ونبات التقنيه بتاعتنا الجديده اللي اسمها اوكتا اتش ان شاء الله شعبنا محمي بامر ربنا ان شاء الله. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني دي كلها امور اكتر من رائعه اكتر من مبهره يعني اللي بيحافظ على حياه البشر ده بالتاكيد انه يعني جزاؤه عند ربنا كبير جدا بس الحمد لله الحمد لله. مش عارف اقول لك ايه باشمهندس هشام انا سعيد جدا وشاكر جدا على الاتصال ده الى ان نلتقي قريبا إن شاء الله جدا نتشرف ونيجي نشوف خط الانتاج الاقتصادي الكبير باذن الله باذن الله. ربنا يوفقك يا باشمهندس هشام كل الشكر لحضرتك مهندس هشام محمد عبد السلام رئيس مجلس اداره شركه اتش اس تي والحاصل على فضيه القطاع الطبي ابتكار جديد لماده موجودة كانت عندنا وما كناش بنستخدمها صح وبنهملها وبنصدرها فجي رئيس الجمهورية قال لا ما تتصدرش ليها استخدامات كتير عندنا فيجي عقل نابه وشغال فيقول احنا نقدر نعمل 1 2 3 4 بما يفيد البشرية ويحافظ على صحة الإنسان. ده اللي بيحصل في مصر يا أستاذ يا ست يا طيبين يا أمرة يا اللي يجي واحد يقول لك وايه اللي حصل في مصر ما هي هي دي بتتراجع كل ده وبتتراجع ده انت مؤمن قوي. فاصل ونكمل الكلام. كان مجددا هو فعلا نابه نبغى مختلف جدد في الموسيقى تجديد غير يعني من التجديدات اللي هي إيه بالغة الأثر زي ما بيتقال. عبد الحليم حافظ قال عن الموسيقار الكبير الذي رحل عن الدنيا وبقت ألحان والعبقرية حتى هذه اللحظة قال عن بليغ حمدي قال بليغ هو أمل مصر في الموسيقى. خلي بالك عبد الحليم حافظ ما كانش مجرد صوت مهم ولا صوت عبقري ولا مش بس كده. عبد الحليم حافظ رجل بالغ الذكاء وعبد الحليم حافظ لم ينطق كلمة ما يعنيش أثرها إيه على الإطلاق. النهاردة ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي. بليغ حمدي ده تقدر تقول كده عمل اللي ما كانش حد متوقع أنه هيتعمل في الموسيقى المصرية. احنا معانا طيب انا يمكن من الناس اللي كنت سعيد الحظ جدا بصداقه وزماله بفخر بيها حتى هذه اللحظه مع كاتبا وصحفيا ومؤرخا ومؤلفا الاستاذ ايمن الحكيم. الاستاذ ايمن الحكيم كان له كتاب مهم جدا عن بليغ ومسرحيه شديده الاهميه عن بليغ. يا اهلا 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 يا استاذ ايمن. مساء الفل استاذ يوسف. مساء النور. لا انا اقول لك يا استاذ بس انت تقول لي يا يوسف او يا جو كما اعتدنا يعني. انت استاذ من يومك ازاي بقى؟ لا ربنا يكرمك يا رب. قول لي بقى يا باشا بليغ حمدي وانا عارف حجم ولعك ببليغ. ايوه ايوه. بليغ حمدي عمل ايه في المزيكا؟ انت قلت امل مصر في الموسيقى وما يزال. وعايز اقول لك ملاحظه ان كلمه امل اللي قال امل مصر في الموسيقى مش عبد الحليم، عبد الحليم مقتبس التعبير وناس كتير هو اتشهر باسم عبد الحليم يعني يقول لك عبد الحليم قال عن بليغ امل مصر في الموسيقى. الاصل التعبير من عند الاستاذ كامل الشناوي الشاعر الكبير. يا خبر يا خبر. وهم الاثنين كانوا تلاميذ كامل الشناوي. كامل البي ده كان حاجه كبيره قوي. كان متبنيهم الاثنين دول كانوا من شلة كامل الشناوي. كان متبني بليغ وهو اللي قال عليه أمل مصر في الموسيقى. عبد الحليم سمع التعبير عجبه وقاله على المسرح.
فبس هو الاصل الحقيقه للاستاذ كامل. الاستاذ كامل. عايز اقول لك حاجه، يعني صديقنا الدكتور عصام الشماع له تعبير جميل عن بليغ حمدي، يقول لك ده الراجل اللي خلص المزيكا، بمعنى عمل كل حاجه في المزيكا، ما سابش لحد بعديه يعمل حاجه فيها، عمل الغنى الرومانسي والوطني والديني، عمل سينما ومسرح، عمل كل حاجه في المزيكا، فما سابش لحد يعمل حاجه بعديه، فهو يقول لك الراجل اللي خلص المزيكا. فالحقيقه تعبير لطيف جدا. فلا بليغ ده حدوته، حدوته الحقيقه. وعلى فكره انا في يعني في ذكرى رحيله انا كل سنه لازم يعني اقول كل سنه وهو طيب. يعني حكايه رحيل بالنسبه لبليغ دي مش راكبه معاه. يعني بليغ لا يرحل، راجل جه الدنيا عشان يبقى مش يرحل. فالحقيقه باقي بالحان وكل يوم نسمعها. فانت عايز ايه؟ يعني راجل رحل امتى؟ هو الحقيقه ما رحلش بليغ حمدي، بليغ موجود كل يوم. انا لسه من شويه كنت بسمع الحب كله في ذات الاغاني. الحب كله دي المقدمه الموسيقيه لوحدها لما تقعد تسمعها شيء ملحد. انا كل ما اسمعها اقول ما هذا بشرا. يعني العمل ده لا يمكن يكون بشر. تعرف الصوفيه ليهم مصطلح لطيف جدا، يقول لك الفلان ده منفوح. منفوح ده يعني أيوة. نزحه الهيه. منفوح. فبليغ ده منفوح. الحقيقه في حاجات انت لا تفسر الا ان دي نزحه الهيه الحقيقه. الكلام عن بليغ طول، بس انا عايز اقف عندي حاجات جديده. يعني بليغ طبعا اتقال فيه كلام كتير، بس في حاجات جديده الحقيقه عايزك تتبناها معايا. اولا في لحن جديد لبليغ. لحن جديد لبليغ حمدي عن حرب اكتوبر. اسره بليغ حمدي لقيته المهندس اسامه فهمي كان كلمني قال لي ان احنا لقينا هذا اللحن 12 دقيقه لحن جديد لبليغ حمدي، وقال لي يليق على صوت علي الحجار. فكلمت الاستاذ علي الحجار، الاستاذ علي الحجار قال لي انا اللحن ده بتاعي من قبل ما اسمعه. فهو بليغ عامله على العود. وهو محتاج توزيع موسيقي، وهو الاغنيه عن حرب اكتوبر. فانا يعني الحقيقه من خلالك نناشد الاستاذ علي الحجار صوت مصر والمطرب الكبير طبعا، نبتدي نسمع هذا اللحن في اكتوبر الجاي. بالظبط اكتوبر الجاي اما تسمع وفي حدث اسمه لحن جديد لبليغ حمدي عن حرب اكتوبر، اظن مصر كلها تقعد تسمعه. يعني اظن يعني فارجو ان انت تتبنى معايا هذه المناشدات. يعني المساله مفاجاه ساره سعيده الى ابعد الحدود، ان احنا هنسمع حاجه لبليغ لم نسمعها قبل كده على الاطلاق. انا سمعتها على العود بشكل شخصي وبعتها للاستاذ علي وسعيد بيها جدا. اللحن عظيم جدا، هو محتاج توزيع موسيقي ومحتاج شويه تظبيطات في الكلام حاجات كده. فانا اتمنى يعني باسمك وباسم كل المشاهدين اللي بيشوفونا نقول للاستاذ الحجار نفسنا نسمع هذا اللحن في ذكرى اكتوبر القادم. يا ريت في احتفالات اكتوبر اللي جاي نعمل كده. وهو الاستاذ علي كمان عنده استوديو، وعنده علي الحجار حاجه مهمه يعني، فيقدر يعمل هذا اللحن في اكتوبر الجاي. ولو عايز مساعده نتمنى اي يعني كل الجهات تساعده عشان صدور او ظهور هذا اللحن. اتفضل. بليغ بحجم عبقريته اللي فعلا ما حدش يعرف انه يشكك فيها، هسأل سؤال. بليغ اتحارب جامد من باب الغيرة وارد، منافسة في رأي بعضهم وارد، بس حورب بليغ حمدي. اجاوب؟ ايوه انا معاك، انا بسمع وانا مصدوم. يعني لا، هو من ناحية حورب بليغ كان ربنا مديله فيض من المزيكا. بليغ فترة من الفترات يعني كان فتنه، بمعنى ان اللي عايز يتشهر في العالم العربي من المطربين والمطربات كان لازم يروح يخبط على باب بليغ. فالحقيقه كان عظيم طبعا، حصل غيره. الاستاذ عبد الوهاب بجلاله قدره قال ان احنا كمطربين كملحنين كل 10 سنين ربنا يعني ينعم علينا بجمله موسيقيه جديده، حاجه جديده. بليغ ده بيقوم الصبح ربنا بيديله اللي هو عايزه، فيعني هو مش عنده شلال متدفق. انا عايز اقول لك انا كنت اعرف هيثم حمدي. هيثم ده كان ابن اخوه، وهو كان بليغ المربي وكان صديقي الحقيقه. فقلت له هيثم يعني قول لي هو كان عمك بيلحن يعني بيعمل ايه؟ يعني اقول لي الطقوس يعني جايز يعني نستفاد. قال لي ولا حاجه، كان يقعد على الارض يمسك العود يبص في السقف شويه ويلحن، واللحن بعد دقايق يطلع. طب كان بيعمل ايه؟ قال لي ابدا، كنا نحط جنبه شاي ورز بلبن. فانا قلت والله دي سهله، الواحد يعني يشرب شاي ورز بلبن جايز، بس واضح ان السر في حاجات ثانيه الحقيقه، يعني مش هو ده الموضوع.
فبديع كان الحقيقه يعني مسيطر على الموسيقى المصريه في فتره. انت بتتكلم واحد كان عنده 28 سنه وبلحن ام كلثوم. ده جنب الصنباطي وجنب زكريا احمد وجنب الاصابعي وجنب العتاوله. انت بتتكلم ايه يعني؟ واد عيل يعني عيل. بالنسبه لهم عيل. فيدخل منافسه. وبالمناسبه اغنيه الحب كله كانت متصدره ارقام التوزيع، يعني تخطت الاطلال برغم عظمه الاطلال. فالجمهور المصري كان يعني بيحب شغل بليغ، الحان بليغ دي الحقيقه كان فيها سحر. وتشوف شغل مع عبد الحليم حافظ مش ممكن، يعني عمل عبد الحليم شغل مذهل. شوف شغل مع ورده، يعني لا يمكن، يعني ايه اللي بيعمله ده؟ يعني بليغ ده كان كل حياته مزيكا، فلوس مش عارف ايه، ولا تفرق معاه اي حاجه خالص ولا تفرق. يعني لما احكي لك على موضوع الفلوس ده، الله يرحمه، وانت كنت تعرف الاستاذ مجدي العمروسي طبعا. الله يرحمه. استاذ مجدي ده كان حاجه جميله جدا، ماسك شركه صوت الفن وراجل جميل. وهو كان بليغ بيشتغل معاهم في الشركه، كان ملحن اساسي، وكان له يعني بياخد منهم فلوس كتير. فبيقول لي مره بليغ عدى عليا الصبح خد 5000 جنيه، وده كان مبلغ خرافي اياميا، بنتكلم في الثمانينات، مبلغ يعني. بيقول لي جالي بالليل بيقول لي يا مجدي ما تديني 500 جنيه سلف. قلت له يا بديل انت مش واخد مني 5000. قال لي خلصوا يا مجدي، ما انا ما اعرفش راحوا فين اصلا، طرفوا واحد يعني. والله. فهو ما في موضوع الفلوس ده ولا كان تفرق معاه. بليغ ده كان المفروض يبقى اغنى واحد في مصر، مليونير بجد، لان شغله كان يجيب له فلوس كتير، ولا كان تفرق معاه. بليغ مات ما عندوش شقه تمليك خالص، كل شقه وايجار ايجار، ولا كان فارق معاه. المكتب بتاعه ده اللي هو كان في الزمالك، أنا شفت منظر يا أستاذ يوسف والله لا أنساه أبدا، لما بليغ مات صاحب الشقة خد حكم باسترداد الشقة لأن بليغ ملوش ورثة. يوم الحكم جاب هو من الشرطة ورمى كل حاجات بليغ بره. أنت بتتكلم عن نوت المزيكا وعن عود بليغ وعن ورق وعن لبسه وعن كل متعلقات تاريخ مصر اترمى على الأرض، وأنا شفته بعيني على الأرض. يعني بليغ الله يرحمه الاستاذ محمد رشدي كان حاضر، قال لي تعالى نلم بليغ من الارض. شوف تعالى نلم برضه، هم كان في ثلاثي كده، رشدي بليغ الابنودي. طبعا دول ثلاثي عملوا اجمل غنى شعبي مصري، تحفه، اجمل غنى شعبي مصري هم الثلاثي دول الحقيقه. على راي الاستاذ عبد الرحمن الله يرحمه، قال في على الثلاثي ده، قال احنا الثلاثه دخلنا بقى وكنا طايحين كلام بنوع جديد ومزيكا جديده. أيوة وصوت. أيوة. رشدي كان لسه طالع. طبعا انت تعرف ان الاغنيه الوحيده اللي نفست مبيعات ام كلثوم في الفتره دي كانت اغنيه عدويه للاستاذ رشدي. لا، عدويه دي كسرت الدنيا، نفست ام كلثوم الدنيا. نافست مبيعات اغاني ام كلثوم، ودي كانت حاجه يعني كان حدث اياميها. الاغنيه المطرب شعبي زي ما الاستاذ محمد رشدي، بس انت بتتكلم معاه الابنودي ومعاه بليغ حمدي، فالاغنيه الحقيقه كسرت الدنيا. بالمناسبه خليني بس قبل ما انسى، في برضه قضيه ثانيه بالنسبه لبليغ، حاجه جديده برضه اتمنى ان انت برضه يعني تتبناها معايا. بليغ كان له بيانو في باريس فتره المنفى اللي هو كان فيها هناك دي، اشتراه، كان بيانو قديم تحفه من زمن، كان اظن كان نابليون الثالث حاجه كده قديمه قوي. وكان لحن عليه كل اغانيه هناك في باريس. هذا البيانو محتاجين ان احنا نرجعه مصر. تتكلم بيانو لحن عليه بليغ اجمل الحانه بما فيها اللحن الاخير اللي هو بودعك. هذا البيانو موجود عند صديق ليه هناك في باريس، ولما يجي يرجعه قالوا له ده يعني هيتعامل معامله الاثار او حاجه كده، بمعنى الجمارك عليها تبقى غاليه قوي. فهو لو دخل عن طريق مثلا وزاره الثقافه، يا ريت، يعني اتمنى انت توصل صوتك لوزيرة الثقافه الفنانه دكتوره نفين، هذا البيانو بليغ حمدي الموجود في باريس، وممكن الوزاره تجيبه، وهتجيبه بملاليم. وممكن اذا كان اللي بيمتلك البيانو على استعداد لتسليمه بالفعل للحكومه المصريه، ونفسه يهديه لدار الاوبرا المصريه، تحط باسم بليغ في دار الاوبرا المصريه، بيانو بليغ حمدي. طبعا احنا كده عندنا حاجتين احنا متبنيينهم جدا. اللحن الجديد، وده شيء غريب جدا، اللحن الجديد حاجه تعمل مداخله بتاع بليغ، تقول له فين اللحن وبيانو بليغ. دول قضيتين، دول على فكره دول يعني انفراد ليك والله، يعني دول قضيتين انا بشخصي نفسي تتبناهم معايا ونحققهم الحقيقه معاك 100%. وانا هنا بقى بما ان احنا تبنينا مع بعض قضيتين، انا عندي حاجتين نفسي فيهم. نفسي ان انا استضيفك
ونتكلم على بليغ الاثنين مع بعض. يا خبر ابيض. يلا بينا. يا شرف ليا. لا ده انا اللي اتشرف مش كده. مش كده. ده رئيس تحريري من وانا في اللفه. لا يا عم العفو. انت استاذ من يومك. العفو العفو خالص خالص. وانا مش عايز احرجك على الهوا بس الحقيقه انا كنت بقرا حاجات قديمه مجلات قديمه فلقيت مقالات مذهله لكاتب سياسي مصري اسمه مصطفى الحسيني. الله يرحمه. هذه المقالات لازم تتجمع. فانا انت بقول للناس مين مصطفى حسيني واقول لهم كان بيشتغل ايه وبيكتب ايه والمقالات دي انا اللي هجمعها الحقيقه واطلعها كتاب. يا اخي ده انا ساعتها مش عارف اقول لك ايه بصراحه. والله انا كنت بقرا فيها ايه التحليل ده؟ ايه الكتابه دي؟ مش ممكن يعني ابقى احكي بقى للناس على الراجل ده. والله مش عارف الموضوع بالنسبه لي محرج فعلا. لا والله بس مش عارف اقول لك انا إيه؟ انا من هواه المجلات القديمه فاشتريت شويه الفتره اللي فاتت فلقيت فيها مقالات لهذا الرجل الكاتب الكبير الحقيقه اللي هو ما خدش حظه. فنفسي ان انت برضو ايه تتبنى تتبنى نطلع كتاب عنه من مقالاته الحقيقه. يا ريت والله انا لازم برضو اتكلم مع اخواتي في الحكايه دي بس ابدا يعني حتى لو اخواتي يقول لي انت ما خدتش راينا هقول لهم مش دي المشكله. لا هو المهم انه يعني هذا الارث اللي يتركه لينا ابونا في كتابات ومقالات لازم يتجمع لازم الناس فعلا تقرا شغله. يعني انا دي بالمناسبه يعني خلينا في بليغ حمدي. فبليغ ده الحقيقه حدوته مصريه عظيم الشأن الحقيقه. وانا بالمناسبه برضه خبر ليك كمان ان انا عندي كتاب جديد عن بليغ كتاب غير اللي اتفضل غير الكتاب اللي انا قريته. لا يبقى تنورنا يا باشا. هو لازم ضروري خلاص. ايام بليغ الاخيره. والحقيقه خبر ليك لسه مكلمني الدكتور محمد الباز وقال ان انا هنشره يعني هو الناشر بتاعه فعلا. يشكر جدا على ذلك. جدا. هو من عشاق بليغ. بليغ ده له درويش على فكره. بما اني لا اعمل في مجال النشر لكن اقدر اقول لك وانا هبقى اول واحد يقراه وهو لسه مسوده. طيب يا ريت. ده بالعكس ده شرف. على قدي. والله انا لسه مطلوب ابعته له خلال اليومين الجايين دول وهو متحمس ليه الدكتور محمد الباز صديق عزيز وهو بيقول لك ان درويش بليغ. فبليغ ده له درويش الحقيقه مش ممكن. لا هو يعني ده هو كلنا درويش بليغ. لا اظن ان في حد يختلف على ذلك يعني. انا عايز اشكرك جدا حقيقي الف 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 شكر وانا لازلت مصر على انه بعد اذنك لبي دعوتنا المتواضعه ونقعد ونتكلم عن بليغ حمدي كاتبنا وناقدنا الفني الكبير استاذ ايمن الحكيم. الف الف شكر. وخلوني هروح لفاصل وعايز اسال على هو انتوا سمعتوا عن حاجه اسمها الجواز الالكتروني؟ طيب يعني هو ينفع الناس تتجوز عن طريق ابلكيشن؟ مش هيتجوزوا يعملوا عقد الجواز بالابلكيشن لا يعني هل هينفع تحصل على شريك الحياه؟ خد بالك شريك الحياه الازواج التي نسكن اليها بتعبير كتبه ربنا سبحانه وتعالى أو أنزله ربنا سبحانه وتعالى بوحيه على نبيه الكريم عن طريق تطبيق. دي جديدة عليا واستغربها جدا لكن يفتنا ضيوفنا الأعزاء في ذلك دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع ينورنا. دكتور أسماء عبد العظيم استشاري الصحة النفسية تنورنا. استنونا بعد الفاصل. شايف ان جواز الانترنت ساعات ممكن بيكسب وساعات ممكن يخسر على حسب كانت العلاقه ازاي وبدات ازاي اصلا وكانت في البدايه كويسه ولا لا هي اصلا من بدايتها غلط. هو انا ممكن اقبل جواز عن طريق الانترنت في كذا حاله. الاول مثلا ان انا الحد اللي قدامي ده ان انا اعاشره اعرف طباعه مش في مجرد يوم ولا اتنين ولا تلاته ولا عشره. لازم الاول نعاشر بعض. ما احنا لما نعاشر بعض مش هيبقى الحوار انترنت بس هيبقى احنا عرفنا بعض هو عرف شخصيتي انا عرفت شخصيته فبالتالي ممكن يبقى موت. طب ممكن اصلا تقول لي بتكلمه ده ما يكونش شخص حقيقي تتوهم بيه لمده 5 سنين بتاع؟ ما ينفعش طبعا. ممكن مثلا واحد يعمل مثلا اكونت باسم بنت هما ودي تبقى علاقه غلط اصلا. ما ينفعش اصلا. لازم البنت والولد يتقابلوا عشان يحصل بينهم علاقه شرعيه او عاديه. حد انت ما تعرفوش وتعرفوش المعرفه الكافيه ما ينفعش تخش معاه في علاقه زي دي. او على الانترنت لا انا ما افضلش الحوار ده بس انا اعرفها على الحقيقه احسن من كلام النت يعني. اما انا مش عارفه الشخص اللي قدامي ده يعني لو انا مثلا شخص بكلمه على الانترنت وانا عارفاه في الحقيقه تمام. لكن لو شخص يعني ما اعرفوش ولا يعرفني وبنتعرف على بعض هو انا كنت هعرف مين اصلا الشخص ده حقيقي؟ ما ممكن يبقى كات فيش يعني او فمش عارف. انت لو هتناسب واحد هتبقى عارف اهله منين من على الفيسبوك فاهمني؟ وبعدين انت بتختار يالك زوجه وام وكل الكلام ده انت فاهم يعني بتختار ام لاولادك. انا بصراحه انا رافضه المبدا ده تماما يعني رايي في جواز انترنت ان هو مرفوض. مش مستحب ليه؟
مش مستحب لعدة أسباب. يعني أولا مثلا أيا كانت البنت أو الولد غالبا ما بيعرفوش بعض إلا من خلال الإلكترونيات اللي هي مثلا فيسبوك أو مواقع تواصل اجتماعي أخرى وكده وكده، وغالبا يعني بيبقى في طرف نسبيا كده بيبقى في الكلام ما فيش مصداقية. الارتباط من خلال وسائل الانترنت ان هي ده شيء حاليا بيتنافى مع العادات والتقاليد اللي قامت عليه او المعتاد عليه في مجتمعنا المصري. وبدأ النقاش وبدأ السجال من قبل ما الفقرة تبدأ أصلاً، السوشيال ديتينج أو التعارف عبر التطبيقات أو التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى المستهدف أنه الشخص أو الشخصية الأخرى تبقى شريك الحياة. خلونا نرحب بضيوفنا داخل الاستوديو. دكتور أسماء عبد العظيم استشاري الصحة النفسية منورانا، لازم نبدأ بالليديز فيرست الأول. ودكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع منورنا طبعاً. إزاي صح يا دكتور؟ كله تمام؟ تمام. طيب أنا هعمل بالظبط اللي حصل في قبل الفقرة على طول أثناء الفاصل. إحنا قبل الفاصل إحنا أي لقاء في الدنيا بنبدأ الأول بالسيدات الفضليات، بس إحنا وإحنا في ده كنا بنتناقش، فالدكتور سعيد بدأ الكلام الأول، فأنا هبدأ. يا دكتور سعيد، هو ينفع الناس تتجوز عبر تطبيقات وعبر صفحات الفيسبوك وعبر إنستجرام؟ يعني أنا بشوف علاقة غريبة جدا، علاقة ديجيتايزد. المجتمع كله بقى ديجيتايزد. انت بتروح البنك دلوقتي بتعمله في بيتك، في حتى وصفات طبيه وحاجات كتير جدا علاج اونلاين. فليه انا ما وسعش الفرص الجواز بتاعتي عن طريق الاونلاين؟ لان الجوازات التقليدي في المجتمعات بتاعتنا اما جواز القرايب رقم واحد، وبعديها جوائز الجيران بنت الجيران وما شابه، جوائز اصحابك يجيبوا حد اصحابهم، الام هي ام هنا مع جيب الام الثانيه، انت عندك ولد عندي بنت تعالى نتقابل وهكذا. انت في العصر الحديث الانسان بقى لوحده، ما كنتش بتروح مثلا النادي او في شغل او في جامعه او فاتتك كل الحاجات دي وما عندكش فرصه انك تتعرف على حد. اذا فانت عندك عده فرص، يا اما انك تدخل ابلكيشن دايركت بتاعه ان انا اعمل علاقه وابقى انا داخل في هذا الابلكيشن عشان اعمل علاقات، او بدخل في السوشيال ميديا العاديه وبتعرف على ناس كتير جدا من جميع انحاء العالم مش بس من مصر. ممكن انا اعرف واحده اتجوزت عايشه في القاهره اتجوزت واحد في الاسكندريه، ممكن ما كانتش عارفته غير من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا والابلكيشنز دي بتوسع لك الدايره اللي ممكن تتجوز فيها. هل فيها غش؟ زي اي علاقه في الدنيا واي حاجه انت بتعملها ممكن يبقى فيها غش. ممكن اتجوز واحده قريبتي يكونوا حراميه، اتجوز واحد حد من اصحابي عليهم مش عارف بعد فتره اكتشف فيها مشاكل. فان احنا نعتقد ان كل الجوازات اللي بالانترنت فاشله والجوازات التقليديه هي اللي ناجحه، لا، كل جوازه يعني فريده من نوعها وظروفها خاصه فيها. فلازم تشوف كل حاله لوحدها واوضاعها ايه وايه ظروفها وايه واللي يعجبك ممكن ما يعجبش غيرك. احنا بننتقدها لان احنا اغلب اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي اتجوزوا جواز تقليدي، ما اتجوزوش عن طريق الانترنت، لكن ولادهم واحفادهم هيبقى النسبه بتاعتهم عاليه في الحكايه دي. في العالم دلوقتي حوالي 330 ل 400 مليون بيدخل في ابلكيشن بتاعه ديتنج فقط. انا مش بتكلم على الحاجات السوشيال ميديا العاديه اللي ممكن برضك بيحصل فيها ديتنج وعلاقات بتوصل الى الزواج في النهايه وممكن تنتهي بالفشل زي اي علاقه في الدنيا ممكن تنتهي بالفشل. انا ما اقدرش احكم على وسيله ان هي غلط او صح او كذا، لما انا بحكم على الناس اللي بتخش هيبقى فيها نصابين، هيبقى فيها ناس صادقين، في ناس كذابين، في ناس معاهم امكانيات صح وفي ناس بيكذبوا وفي كل شيء ممكن تتخيله زي اي علاقه انسانيه بتحصل فيها في اي عمل او في اي مكان. طيب الا انه اعتقد هنا يمكن ده تعليق، انا مش هتدخل بالراي على الاطلاق حتى ان كنت انا قلت رايي في البدايه، انا مستغرب يعني ما اقدرش اقول انا معاه ولا ضد، انا مستغرب.
ما انا برضو من الجيل بتاع قبل كده يعني ما اعرفش الكلام ده. لكن علميا انا هبقى محتاج ان انا اعرف هو حجم او معدلات نجاح علاقات وصلت الى بالفعل زواج ثم زواج. ما حدش بيقدر يقيس قوي كلمه زواج ناجح، ولكن استمراريه مؤسسه الزواج عن طريق السوشيال ديتنج او الزواج عبر التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي وقارنه بالانماط التقليديه المعروفه للجواز. هنا بقى هروح لدكتور اسماء عبد العظيم وهسال، هل اقدر اتبين الصحه النفسيه الحقيقيه او الصوره او الحاله النفسيه الحقيقيه بتاعته او بتاعتها عن طريق المواعده او التعرف عن طريق التطبيقات؟ صعب جدا يا دكتور. في البدايه انا الشاب بيدخل المواقع دي او الفتاه بتدخل المواقع دي، هل هو بيدي صوره عن نفسه حقيقيه؟ هل هو يعني المعلومات اللي بيديها عن نفسه؟ أكيد لا. كل واحد بيسعى دايما للمرغوبية الاجتماعية، يعني إيه؟ هو المثالي، هو الرومانسي، هو الكريم، هو هو هو. طيب فكرة المواعدة أو فكرة أن أنا أدخل وأعمل علاقة على هدف الزواج، أنا أشكك تماما في نجاحها. هي نجحت بنسبة عالية جدا في الدول الغربية لسبب نسق القيم عندهم مختلف عنا تماما. البناء القيمي غير هنا، القيم جدا مختلف. اولا هم عندهم حته المغامره، حته ان احنا نعرف علاقات، نوسع علاقاتنا، وكمان ممكن نعمل عندهم العلاقات ممكن تحصل خارج مستوى الزواج او خارج مؤسسه الزواج. احنا لا، احنا البنت ممكن يدخل محتال يضيع مستقبلها، او مثلا على غرض ان انت خلاص انت هتبقي زوجتي تخضع للرؤيه الشرعيه، تبعت له صور يبتزها. طب انا ليه اعرف؟ وحصلت في قضايا منظوره يعني، ونشوف الكشوف في مباحث الانترنت كتيره جدا. طب وليه انا ادخل الشباب والشابات يتم التلاعب بيهم؟ احنا غيرهم، احنا النسق بتاعنا قيم. صحيح التكنولوجيا بتغير جزء من سلوكنا، صحيح التكنولوجيا بتغير جزء من القيم بتاعتنا، او في حاجات احنا ما كناش متخيلين ان احنا نغيرها وتغيرت، بس ده مش معناه ان انا الغي تماما المؤسسه او قدسيه المؤسسه دي. حاجه كمان يا دكتور، انا لما اشوف واحد قدامي مباشر، طبعا حته ان ايه بنت عمك ابن عمتك، دلوقتي البنات بتتعلم وبتسافر عشان تتعلم وبتسافر عشان تشتغل، وفي علاقات يعني مش عايشين احنا في البادية، لا البنات بتتعامل وبتشتغل وبتنزل، واحنا مش مجتمع مقفول، وفي اختلاط في الجامعة وفي المدارس، ومش هنقول ان ايه ان احنا مجتمع مقفول فاوكي الحاجات الديجيتال ده هتنفعنا، لا لا خالص. طيب دلوقتي انا لما اعرض ولادي ان هم يدخلوا في علاقات، معلش اصل الحساب اللي مكتوب جوه الابلكيشن ده مش متسجل في السجل المدني، ده واحد بيدخل يملى معلومات عن نفسه مش بالضروره تبقى صحيحه. طب انا ليه اخلي اولادي معرضين للاحتيال ده والابتزاز ده؟ علشان ايه؟ علشان الزواج؟ يبقى انا قللت قيمه الزواج. حاجه كمان، الحاجه الثانيه، احنا عايزين يعني سبب المشاكل او الطلاق اللي بيحصل مش الظروف الاقتصاديه ابدا، لاني مفيش ترابط. هل الديجيتال ده هيعمل لي، او هل المواقع دي هي اللي هتحقق لي الترابط؟ ولا لما انا اتعامل مع حد فيس تو فيس كده واشوفه بيتعامل مع الحارس ازاي، واشوفه بيتعامل مع امه ازاي، واشوف اتعامل واكون عارفاه كشخص مش هنقول كعيله، طبعا بتختلف. اما واحد هو راسم عن نفسه صوره مثاليه، وانا اعرض ولادي او بناتي للخداع، وبعد كده البنت ممكن بعد كده ما تقدرش تعمل موف اون للعلاقه دي. بس في النقطه دي هنا هروح لدكتور سعيد، لان انا عارف انه هيلتقط هذا الخيط تحديدا. هيقول لنا طب ما هو كل ما سبق كان طريقه في الزواج هي تقليديه بالمتعارف عليه جوه مجتمعاتنا، نسب الطلاق بتتزايد، السنه دي نسبه الطلاق زايده عن السنه اللي قبلها 14.5%. يبقى نصلح مش نعك. فهيقول لنا كده دكتور، صح كنت هتقولي كده؟ نصلح ما نعكش يا جماعه، لما هو يعني طريقه نغير الجواز اللي قبل كده ممتازه للدرجه دي، امال نسب الطلاق بتزيد ليه؟ بس هنا يجي سؤال، انا اقدر اتفهم ده جدا برضو يا دكتور، بس ما هو
حتى لو انا هتكلم مع الناس دول ولا ولد وبنت هيتكلموا مع بعض ويتعرفوا ويبقى في فيديو كولز ومش عارف ايه، ما بيحطوا فلاتر. على راي مصطفى شفيق صاحبي مره كتب على فيسبوك قال لك يا جماعه كفايه فلاتر بقى، يعني نصبتوا علينا لما قلتوا يا كيف. شوف السوشيال ميديا حاجه والديتنج ابلكيشن حاجه ثانيه. عارف صح بالك. اه الديتنج ابلكيشن هي وسيله للتعارف لكن ليس بالنهايه انها تنتهي بالزواج. ممكن في ناس نصابين، في متحرشين، هتلاقي عدد النساء اللي بينزلوا بيدخلوا فيها قليلين لانهم يعني حتى في السوشيال ميديا العاديه المفروض مسالمه ممكن كل يوم واحده بتتفرج عليها تقول لك ده انا مش عارف بدخل واحد يشتمني واحد يبعت لي مش عارف ايه يعني معاكسات. يا دكتور ندخل الشباب للابلكيشنات ديت عشان تصاحب؟ ما حدش بيقول انها او نشجع ان هم يدخلوا اصلا. احنا ما شجعنا، احنا هم اصلا. ما هو الراي المؤيد يا دكتور يعني تشجيع. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، مصر تاني دوله في زياره مواقع البورنو، مش مواقع السوشيال ميديا ولا مواقع الديتنج ابلكيشن. منطقتنا مشهورة جدا بالتحرش، وده كان قبل الديتينج ابليكيشن وقبل البورنو وقبل السوشيال ميديا. احنا عندنا صورة خيالية في مجتمعاتنا ولا ننظر للمرآة. لما نبص للمرآة هنكتشف ان احنا في موضوع الفساد المالي حالتنا ظريفة. لما نبص في التحرش احنا يمكن تاني دولة بعد افغانستان في التحرش. كل ده قبل الديتنج ابلكيشن. احنا بناخد الحسابات دي يا دكتور ونسبتها قليله قوي. حضرتك عارف كويس جدا ان النسب بتاعه التحرش بتطلع بناء على ايه؟ على المحاضر اللي بتتسجل تحرش. لا واحنا عالم مخلصه جدا، اي واحده واحد عاكسها لها كلمه بتروح تسجل محضر. وحضرتك عارف يا دكتور احنا عارفين مثلا في ده انا شفت امبارح حته خناقه على حته التحرش دي. والله انا وعم سعد في الهرم بقى أكتوبر. ولا كوبري اكتوبر هنا على المطلع اللي هو ايه فوق عبد المنعم رياض، عربيتين وقفوا جنب بعض، عربيه سايقها راجل ويبدو راجل، انا ما اعرفش الواقعه اذا كانت هي مكتمله كده ولا لا، بس يعني ده اللي حصل، ومعاه ناس، وعربيه تانية فيها واحد راجل وزوجته، وفجاه لقينا العربيتين وقفوا على مطلع الكوبري، والله قفلوا الكوبري خالص، كوبري اكتوبر، والست راحت خارجه ورايحه على العربيه التانية سايبه جوزها اصلا، وكلت الراجل كم بنيات. انا ادعي ان انا كنت اشقى واد في جيلي، يعني ضربت طوب الارض وانا صغير، انا ما شفت الست محترفه بنيات كده. الافيه ان جوزها هو اللي بيخلص وتقول له اصله كان بيعاكسني من غير ديتنج ابلكيشن ولا سوشيال ميديا لا اطمني ولا انترنت لا والله دب 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 محترف البنيات ما شاء الله حاجه مذهله. فالفكره ان احنا نلقي كل مصايب البلد ومجتمعها على الانترنت والديتنج ابلكيشن يعني مبالغ. بس انا شفت فيلم وانا يمكن هستاذنكم في أيوة شفت فاكو. فيلم عارفه على تندر تحديدا تندر أيوة. على كان على واحده من اشهر المنصات كل حاجه واحد قاعد مكرس حياته للنصب. صح انت في ناس بتنصب في البنوك وبيسرقوا، في ناس بتنصب في العلاقات، فالعلاقات اي حاجه بتحصل. مفيش حد بيقدر يعمل يعني البنات الصغيره مش ممكن مش بسهوله تعمل موف اون لاي علاقه. مين قال لها ممكن تعمل ومين قال لها انها تدور على ما انا بقول لك نسبه البنات اللي بتخش في هذا الموضوع الابلكيشنز قليله، واللي بيدخلوا دي فقط بتفتح لو انت حتى الناس اللي بتتفرج على الحاجات على المواضيع دي تقول لك ده البنت يائسه قوي فاشله جدا انها بتلجا للابلكيشن ده. الشيء الطبيعيه بتروح النادي بتروح مش عارف ايه كده. بتروح السوبر ماركت انها تظهر بتعامل بتتهي. فالناس دايما اللي بتخش دي بالنسبه للبنات في المنطقه عندنا بيبقى في عندهم مشاكل، لكن في الواقع نسبتهم قليله جدا. انا بحكي لك ان نسبه اللي بيدخلوا هذه الابلكيشن في العالم كله من 340 ل 400 مليون. في المنطقه بتاعتنا حاجه صغيره وما بيقولوش لانهم بيبقوا محرجين انه ان هيتهم على طول انت يعني وحش للدرجه دي ما بحدش راضي ياخدك فاضطريت تجيب ابلكيشن. فطبعا في اغلبهم بيعملوا او مثلا البنت تروح تقول انا عرفته على النت واهلها مش هيوافقوا يقول لك ايه اللي عرفتيه على النت ده المهم جاي اصلا مش مشكله انك عرفتيه ازاي، المهم بعد كده هل المعلومات اللي بيقولها دي صح، هل لما خرجت معاك تم مره اكتشفت هل ده هو انا لما هاخد
اعمل اد لحد في الفيسبوك هتجوزه تاني يوم؟ مش معقول. لازم هتقابليه كم مره ونشوف ونسال عليه وكلام من ده تلاقي مع الراجل ده سليم ولا مريض نفسي ولا ولا ولا، زي ما بتقابلي عن طريق اصحابك وعن طريق قرايبك اشخاص، وبعد شويه تكتشفي مثلا انه حشاش ولا حالته. انا كاب انا يوسف يعني هي هتقابله من غير ما نعرف يعني؟ ما هو بالظبط بقى انا عارف الموضوع. وكمان هتقولي اصله كان على الفيسبوك؟ انا جايباه من على النت. ما انا عكشه، انا جايباه من على النت يا بابا. قلبي مش هيجيبني عكشه زي، بس يعني مش عارف ممكن اعمل. هاتيهولي عشان اعمل زي الست اللي ضربت الراجل بالبنيات، هاتيهولي بس اعمل معاه واجب. لا هو مفيش بنيات، بس انا واحد من الناس محتاج انه حضراتكم هتدولي كورسز في التايم مانجمنت، دي حاجه مهمه لان انا اكلت وقت البرنامج وقت حضراتكم. تمام. بس انا هعتبر انه ده مجرد استهلال لحاجه مهمه مش هينفع نغفلها، انه في سوشيال ميديا وفي ابلكيشنز بتاعه المواعده موجوده، وانه في الناس بتستخدمها بالفعل، اولادنا وبناتنا بيستخدموها، وانا هفترض طول الوقت حسن النيه، بس كمان هحط انه في مساحه من اصحاب النيه السيئه موجودين على هذه المواقع وهذه التطبيقات، وان احنا يجب علينا المزيد من مناقشه الموضوع ده، وخصوصا في اطار مهم يا دكتور اسماء. يعني عايز اعرف تاثيرات ده على المجتمع بالسلب والايجاب من دكتور سعيد، وعايز اعرف بعد كده كمان لما هنيجي نقعد القعده بتاعتنا اللي جايه دكتور اسماء، هي مساله تاثير التأثيرات السلبية على نفسية الشخص عندما يكتشف أن هذه المواعدة زائفة، أن الشخص زائف، مش في الشكل، زائف في المضامين، هو أو هي ناس مزيفة، حقيقة. اتنصب عليهم في فلوس، اتخذت صور، حصل شيء ما أيا كان. أولا أنا أشكركم جدا يا دكتور سعيد، وأنا بأسف حقيقي من قلبي على الوقت الضيق، وده اللي أنا مسؤول عنه مش زمايلي، والله دول مساكين تعبانين معايا دايما طول الوقت. مذيع رغاي واضح. دكتور أسماء نورتينا حقيقي، وأتمنى بجد إن احنا نتقابل قدر الإمكان إذا وقتكم يسمح. أتمنى إن احنا ينفع الأسبوع الجاي نتكلم في القصة دي إن شاء الله، وهستأذن نروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام مع مولانا دكتور أحمد كريمة. عندي قصة كبيرة يا مولانا عايز آخد رأيك فيها، قريناها أنا وزمايلي على الفيسبوك. أه والله. فاصل ونكمل الكلام. اهلا وسهلا بيكم. بصوا طبعا اولا ده معادنا الطبيعي الاسبوعي المحبب الى النفس، لقائنا مع فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، فقهنا المفضل. ازي حضرتك يا مولانا؟ بارك الله فيكم ومشاهدينا ومتابعينا الكرام. استأذنك يا مولانا انا عايز اقرا لك حاجة وعايز اخد الرأي فيها بقى من غير اسماء. انا ابويا توفى من سنة، ووالدتي توفت يوم 26 رمضان اللي فات. عندي اخت صغيرة 4 سنين، مليش اخوات ولاد، ليا 3 اعمام عايزيني ابيع البيت علشان ياخدوا ورثهم فيه، وانا مليش مكان ولا مأوى ليا ولا لاختي غير بيتنا ده، ونصيبنا المتبقي يستحيل يجيب لنا شقة، وأنا مش عارفة أروح فين. هل في قانون يوفر لي مسكن؟ ده تساؤل، سيبنا من ده. لينا أنا وأختي، إحنا بنات ملناش أي مأوى غير البيت، واتضربت من عمامي كذا مرة علشان أمضي على مبايعة، وأنا خايفة أن أنا أمضي علشان ما ترميش في الشارع. أنا مش معترض على حقهم، أنا بس عايزة مكان ليا أنا وأختي. طيب ده لي حل يعني هنعمله أو الدولة تبدأ تعمله، لكن أنا هنا بسأل مولانا على هذا الموقف شرعا. العمام يقولوا حقنا ناخد الورثانة في أخونا، والبنات مالهمش ماتوى غير هذا البيت، يعملوا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم، وسياق الآيات وصية من الله، فريضة من الله، تلك حدود الله. طبعا كان زمان كان فيه التناصر بين الأرحام، وحتى العرب في الجاهلية قبل الإسلام كان عندهم من أسباب الميراث التناصر والفروسية والدفاع عن القبيلة، ده كان زمان قبل الإسلام. لما جاء الإسلام طبعا ألغى هذه الأشياء وأبقى على الزوجية، أو شرع الميراث للزوجية عفوا والقرابة
طبعا موضوع كبير خدت بالك، القرابة النسبية والقرابة بالعصابات وذوي الأرحام موضوع شرحه طبعا يطول. أنا هنا في مثل هذه الحالات وأنا يعني يشهد الله ما أقوله حق، كنت معارا في سلطنة عمان من سنة 1997 إلى 2003، أستاذ في كلية التربية في صلالة في محافظة الظفار. البيت الذي كنت أسكن فيه جاءني مواطن ومن إحدى المحافظات الساحلية عندنا في مصر، وكان يعمل مرافقا لزوجته، وكانت زوجته معلمة. اللي حضرتك السؤال ده اللي جالك أنا شفته على الطبيعة زك، أنا هجاوب بما يرضي الله. قال أنه قعد في سلطنة عمان الحبيبة 12 سنة بين كد وكدح، طبعا ده عمل مراته تعمل معلمة وهو بيعمل أي أعمال حرة بحيث يدخروا شيء. قال لي فعلا أنا في بلده الساحلية دي اشترى قطعة أرض وبنى دارا، قال لي لكنه خلفته أو زرته كلها بنات. قال لي ما نصه، شوف الكلام ده من 2003 يعني مر عليه 23 سنة أقسم بالله عالق في ذهني. قال لي أن إخوته اللي يبقى أعمام البنات لو أضمن أنهم لا يؤذون بناتي لتركت الأمور دون أن أبحث عن حل، لكن قال لي أنا أدرك وأعلم وأخبر إخواتي اللي هو يبقى أعمام البنات فيما بعد أن هم هيطردوا البنات من البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم هذا ما حصل. قلت له أتريد حلا؟ قال نعم. قلت له هاتي ورقة وقلم. قال لي ماذا أصنع؟ قلت له اكتب هبة لبناتك والقاعدة الفقهية الإنسان حر فيما يملك. قال لي توريث؟ قلت له ما نتكلمش على التوريث، ما أنت على قيد الحياة تعيش. قال لي طب يعني بعض الناس قالوا لي ده يعتبر يعني تلاعب. قلت له لا مش تلاعب ولا تحايل، ربكم أعلم بما في نفوسكم. فنظرا يا سعادة النائب والإعلامي الوعد يوسف بيه الحسيني، الحالة دي اللي أنا حكيتها هي نفس الحالة اللي عند سيادتك. أنا أنصح من رزق بالقاف ببنات ويخاف عليهن من غدر الأعمام وأبناء الأعمام، أنا بقول إنه هو في حياته ده كده وسعيه وماله حر فيه يكتبوا بقى، بس أنا بنصح يكتبوا هبة لأولاده. وممكن يعمل عقد بيع صوري، وعلى فكرة البيع الصوري معترف به شرعا وقانونا. شرعا وقانونا ليه؟ لا ضرر ولا ضرار. يعني أنا بقول لك زمان التناصر كان موجود، أنا أفجر مفاجأة وقد تكون صادمة، ده مع الزيادة السكانية مع تباعد الأرحام مع انقطاع يعني الود ما بين العائلات أصبح يمكن ولاد عم قد يكون في وسيلة مواصلات واحدة أو يمشون في طريق واحد ولا يعرفون بعض. حصل ده موجود، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا المخرج الوحيد، وعلى فكرة الحيل الشرعية معترف بها في التشريع الإسلامي. وعشان بس نعرف أن الوقت ده عليك، يعني سيدنا أيوب عليه السلام لما أقسم ليجلدن امرأته 100 جلدة في نظره أنها فعلت شيئا تستحق عليها التأديب، وبعدين عرف أنها مظلومة فربنا جعله المخرج، قال له خذ بيدك ضغصا، يعني حزمة خوص مش جريد، حزمة خوص، فاضرب به ولا تحنث، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكتابة يعني الأموال، مش هقول تركة لسه مش تركة، كتابة الأب الأموال في حياته لبناته مخافة الخوف عليهم من الأعمام وأبناء الأعمام، وبرضو والإخوة إخوة الرجل يعني أو أبناء إخوته، هذا من باب الحيل الشرعية جائز ولا شيء فيه. حلو. أنا قبل ما الوقت يخلص، الأب توفى الأعمام بيضربوا البنت عشان أيوة تمضي. أيوة أيوة. هنا بقى هل ده يعني أو حكم الشرع في ده إيه؟ فكرة قطيعة الإجبار، رحم، قطيعة رحم وجشع. ده كان مفروض إن الأعمام
يتنازلون طواعية وعن طيب خاطر للنساء، لأن ما أكرم النساء إلا كريم وما أهان النساء إلا لئيم. ده مفروض النهاردة العم يشعر بأن دي صلة رحم ودي من فرائض الإسلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، الآية الأولى من سورة النساء. في تحذير في سورة محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وأختم بالحديث القدسي في البخاري لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت، يعني ده تصوير تمثيلي للناس تفهم يعني، فتعلقت الرحم فقال لها الرحمن سبحانه وتعالى ما هذا؟ قالت يا رب هذا مقام العائز بك اللائز بك من القطيعة. قال الله سبحانه وتعالى للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. أنا بحذر كل من يطمع ويقطع الرحم ويعتدي لأعراض الدنيا، أقول له حذاري حذاري حذاري، إن أردت أن يؤخر لك في أجلك وأن يبارك لك في رزقك فصل رحمك. تقول لا. أنا أشكرك جدا 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 يا مولانا، وأسف على الوقت القصير لكن نعوضها أسبوع جاي بإذن الله سبحانه وتعالى نكلمنا العمر. كل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه.